بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. دايما بيكون عندنا أخبار وكواليس وتصريحات ساخنة وتصريحات أكثر سخونة وردود أفعال متبانية، سواء بيكون موجود هنا النجم محمد فاروق أو بنكون هنا معاكم. بنحاول دايما في البريمو إن احنا نجيب لكم كل جديد، بنحاول نجيب لكم كل الكواليس والأخبار والاستعدادات الخاصة بالأندية والمنتخب الأولمبي المقبل على نهائيات أولمبيات 2020-2021. لكن خلينا نشوف عندنا إيه النهاردة ونرجع نكمل مع بعض. دايما زي ما انتم متعودين ان بيكون معانا جزء من حلقه سابقه. الاسبوع اللي فات كان معانا رضا عبد العال ومحمود ابو الدهب، كانت حلقه سخنه جدا، ودخل معانا كمان كابتن سمير كمونه واشعل الحلقه اللي فاتت. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الحلقه اللي فاتت ونرجع نكمل مع بعض. الخطا من بدايه الراجل اللي باص اللي هو قفشه ان هو بيرجع كرة غلط، وبعدين رامي ربيعه رجعت رامي ربيعه يا كابتن، انت مدير فني وعارف ان انت لما في الحته دي بالذات احنا بنشيل الكرة صح ولا غلط؟ لا ما انت متعود يعني رامي انت ربيعه في الكرة الحديثه معلي. لا اسمع انت ايامك غير الايام دي يا كابتن، ما هو ده اللي احنا اتعلمناه على طول. يا يابا خلاص بقى انت دلوقتي دلوقتي حراس المرمى بره وهنا، ومن ضمنهم عبد المنصف بيعمل سروهات من عنده بتيجي جوان. الراجل ده يبقى العاو الايه؟ العو العو للكرة المصرية لفرق الدوري كلها. هو النهارده ما لحقش يعمل حاجة عشان نكون واضحين لا أنا بتكلم عليه هو. أيوه لا عليه هو طبعا مدرب محترم جدا، وأنت امبارح قلت حاجة أنا مستغرب لها اللي هو اتعاقدوا معاه ست شهور، ست شهور إيه ده؟ أنتوا تتعاقدوا معاه ست سنين. ده مدرب عبقري. ده مدرب هينقلكوا نقلة تانية، أنتوا رحتوا جبتوا مدربين ما كانش ليها في البتنجان ولا ليها في الطماطم، وكنتوا بتعملوا له سنه وسنتين. تكيس افضل من موسيماني؟ افضل مدرب في مصر، افضل مدرب اجنبي جه في مصر اخر 10 سنين. ياه. انا بقول لك افضل مدرب، لان ده له فلسفه، انت بتلعب بدماغه هو مش بدماغك انت. الراجل ده كبير عليه النادي الاهلي. وانا بقول اهو من خلالك دلوقتي الحق يا كابتن محمود الدوري في خطر. انا مش عارف يعني بصراحه، يعني هو مثلا هو اذنب رمضان صبحي واحمد فتحي وعبد الله السعيد وشريف ان هم راحوا بيلعبوا في نادي تاني. ايوه اذنبوا يا كابتن. اذنبوا؟ اه. انا ما سيبش النادي الاهلي وامشي. يا سلام، ولما النادي الاهلي يسيبك؟ ما سابوه، مين اللي سابوه يا كابتن؟ لا سنة ولما النادي الاهلي يسيبك. لا يا كابتن. ها؟ افريقيا السنه دي اقل فرق موجوده بعد كورونا. بص يا رضا، كابتن رضا انت طلعت طبعا يا كمونه، فاكر لما بلديه المحله كسبتنا؟ استنى ايه بس، طلعت ايه؟ قلت له يا كابتن سمير انت طلعت ابيض في التحليل، انا كنت بقول عليك يا عم روح اجري بقى يا عم. انا كلامي يا ابني ما هو بدليل النهارده اهو بيشحت كوره، مش ده النادي الاهلي؟ انت شفت النهارده فرقه بيراميدز لو مش ناقصه تكسب النادي الاهلي؟ انت بتتكلموا كوره ازاي يا ابني؟ انت مدرب كوره ازاي يا عم سمير؟ لعب بالطريقه دي يا عم سمير، انت مدرب كوره ازاي؟ ده انت كل الانديه اللي هنا عارفه طريقه لعب موسيماني. انت عارف لو في التحكيم عادل في الكام ماتش اللي جايين دولت الاهلي مش هيكسب. انت النادي الاهلي ما شافش تاريخ ازاي، والناس شالتك من اول كوبري قصر دي لحد نادي الجزيره، في حد عملها اصلا؟ انا انت 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 ازاي انت نجم كبير وما تقولش كده يا حبيبي؟ ماشي، ده ماله ده ماله ومالي ان اقول ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء يا كابتن؟ انا بكلمكش في الماتش خالص، انا بقول لك النادي الاهلي ما احترمش. طب يتكلم بصفه عامه ماشي، عشان ان انا جاي نجم كبير. اسمع بس بقى عشان تفهم بقى، انا جاي نجم كبير من نادي الزمالك اللي هو العدو، وجاي نادي الاهلي. هو الزمالك مش عدو، محدش اختلف على الزمالك منافس. منافس دايما. حلقات رضا عبد العال بتكون مثيره للجدل، وبيكون فيها
ديبيد ورأي والرأي الآخر، وفي وجود طبعا النجم الكبير محمود أبو الدهب، والاثنين هيكونوا إن شاء الله متواجدين بكرة بعد مباراة الأهلي مع المقاولون العرب في الدوري الممتاز اللي هتكون بكرة إن شاء الله الخميس الساعة 9 ضمن صراع الأهلي مع الزمالك في أو محاولة النادي الأهلي للحاق بنادي الزمالك متصدر الدوري. وزي ما انت شايفين اللي ما تقدرش تحسم بطولة الدوري، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان ننتظر ان لغاية الاسبوع الاخير ان يتم حسم الدوري في الاسبوع الاخير، سواء بقى للاهلي للزمالك موضوع مش فارق. لكن صدقني لما بيكون الدوري مش معروف مين اللي هيكسب حتى نهاية الأسبوع الأخير من الدوري أو الأسبوع قبل الأخير، ده بيفرق جدا في المسابقة، بيفرق جدا في تسويق المسابقة، خاصة وإحنا مقبلين على دوري رجال الأعمال بداية من الموسم المقبل، دوري الشركات بداية من الموسم المقبل، في ظل أو بعد طبعاً تأهل فاركو وشريال الدخان وكوكاكولا إلى الدوري الممتاز. وحسب معلوماتي أن بيتم دراسة تغيير اسم نادي كوكاكولا في الدوري الممتاز، هل دوت هيتم مش هيتم؟ خلينا برضو هنتابع خلال الفترة اللي جاية. طبعا كل الناس بتسأل على قائمة النادي الأهلي البكرة أو اللي هيتم إعلانها أو اللي تم إعلانها لمباراة المقاولين العرب. قائمة النادي الأهلي يمكن خرج منها بعض اللعيبة زي عمرو السولية زي مروان محسن، فيها طبعا محمد شناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بعد طبعا إصابة كمان علي لطفي، واللي حسب ما أعلن النادي الأهلي إن هو هيغيب لمدة 5 أيام وفقا طبعا للدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. في خط الدفاع هيكون محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون ومحمد هاني وعلي معلول. خط الوسط هيكون محمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات عليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشا وطاهر محمد طاهر. في الهجوم محمد شريف وصلاح محسن وولتر بواليا وجونيور أجاي. طبعا زي ما قلت لك إن مروان محسن وعمرو السولية وسعد سمير وعلي لطفي وأحمد رمضان بيكهام خارج قائمة النادي الأهلي. طيب ده فيما يخص النادي الأهلي والاستعدادات والأمور الرسمية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولين العرب. وخلال الساعات اللي فاتت بدأ يثار عن لا أصل المقاولين العرب فاللي بيدربه عماد النحاس، عماد النحاس اللي هو كان لاعب النادي الأهلي السابق، فممكن أصل حصل في الدور الأول كلام يعني مش مفهوم شوية، وأنا مش معاه خالص مش معاه خالص. بجانب طبعا ما أثير هنا في البريمو مع زميلي وصديقي الكابتن محمد فاروق من خلال النجم طبعا محمد عبد الجليل المدير الفني للمقاصة، وإن هو قال إن إحنا يعني هيبقى هنلعب أو هدي تعليمات للاعيبتي ان هم يبقوا بالراحه شويه على لعيبه الاهلي، وهو اثار جدل كبير جدا على السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت. عشان كده محمد عبد الجليل بنفسه هيكون موجود معانا في فقره مهمه جدا جدا بعد ما نخلص طبعا اخبارنا وتفاصيلنا. فبالتالي ضيفنا هيكون النجم الكبير محمد عبد الجليل بعد ما تم أو هو بنفسه اللي هيفسر لك تصريحاته، وهيكون حوار ساخن جدا جدا زي ما أنتوا متعودين، لأن في النهاية محمد عبد الجليل نجم كبير ونجم كبير جدا، لعب للأهلي ولعب للزمالك واسم طبعا من الأسماء المحترمة جدا
اللي موجودة في التدريب وفي الكرة المصرية بصفة عامة، وبالتالي هو أفضل مني ومن أي حد إن هو يتكلم فيما أثير من تصريحات خلال الساعات اللي فاتت. طيب إيه بقى إحنا دلوقتي عشان الناس تكون في الصورة؟ في أكتر من مفاوضات وأكتر من لاعبين طبعا مرشحين للانضمام للأهلي وللزمالك. طيب خلينا ناخد واحد من نجوم الأهلي ونجوم المقاولين العرب، واللي مكالمته كمان الأسبوع اللي فات عملت ضجة كبيرة، هو النجم سمير كمونة. كابتن سمير برحب بيك. حبيبي يا إسلام، أخبارك إيه؟ قلبت أنت الدنيا يا كابتن سمير. ليه عملت؟ أنا عملت حاجة يا راجل التين؟ لا عملتش حاجة، وأنت سخنت الدنيا. أنا ولا بسخن وبعدين ينفع عليا. وبعدين ينفع يعني تسخن على الكابتن رضا عبد العال؟ لا لا طبعا، ده اخويا الكبير ونجم مصر وحبيبي دلوقتي بقى نجم مصر. لا والله مش انا قلت له كده على الهوا. بص كل واحد، بص نتفق او نختلف يعني. بص هي سمعت ان هو بعت لك حد البيت وبتاع كل واحد. بقالك يومين ما بتنزلش. لا لا مش الدرجه دي. لا هو ليه اسلوبه في التحليل، والناس بتحب الطريقه بتاعته، هو دمه خفيف. وانا ليه اسلوبي وطريقتي، وانت سالت سؤال مباشر وانا كان ليا رد راي، وابو الدهب كان ليه راي، هو ليه راي، كل واحد رايه يحترم. ورضا زي ما بقول لك، رضا ده كان نجم كبير، واللي ما اتفرجش على رضا بعال ده ما اتفرجش على كوره ولا مهاره ولا بالزبط. ابداع ولا الكلام ده كله، انما في التحليل كل واحد ليه طريقه معينه. وانا ليا طريقه معينه، هو اختلفنا على السؤال بس، وانا قلت بس افيه مجرد ان هو هزار يعني مش اكتر يعني. لا انا عارف ان هو هزار طبعا عشان طب بس طب. الناس انت عارف ايه، لا لا في ناس بتقعد تتصيد وتتربص. في ناس كتير قوي من محبين الكابتن رضا في الشارع، وكانوا عشان قلت لك انت ما نزلتش من البيت بقى. هم دول اللي رضا عبد العال بعتهم. نزل. لا والله نزلت وقابلت ناس كتير وبيحبوا رضا جدا، وطبعا في ناس كانت يعني متفقه معايا، وفي ناس كانت بتقول يعني ان الكابتن رضا معاه حق وبيتكلم الصراحه. قلت لهم دي حقيقه، لكن كل واحد ليه وجهه نظر بيقولها. ولما قلت لهم بقى ان احنا يعني رضا ضحك وانا كنت بهزر وهو بيهزر، ما فيش مشكله يعني، احنا اخوات يعني. اكيد طبعا، هو بس طب. في ناس زي ما بقول لحضرتك بتحاول تتصيد، وانا طبعا ببقى عارف الغرض من ورا الكلام دوت ايه، بس يعني بالزبط. ايه برافو عليك. طبعا كابتن سمير، وجود حضرتك طبعا معايا مهم جدا، علشان ما أثير في الفترة اللي فاتت بعد تصريحات كمان كابتن محمد عبد الجليل معانا هنا في البريمو، أكيد عرفتها، إن هو الراجل كان بيتكلم بيقول أنا يعني هقول للعيبة إن بالراحة شوية من نابع وطني، إنما البعض فسرها أو في ظل، خلينا نكلمه بمنتهى الأمانة، في ظل الصراع اللي ما بين الاهلي والزمالك، فالزمالك من الناحيه الثانيه قالوا لك بس محمد عبد الجليل ابن النادي الاهلي هيفوت الماتش للاهلي، نفس الامر عماد النحاس، وبداوا يربطوا امور انا لا اؤمن بيها خالص خالص، ولا اشكك خالص لا في نزاهه محمد عبد الجليل ولا عماد النحاس ولا في اي مدرب، لان ما فيش مدرب هيحب نادي مهما كان ينتمي اليه اكثر من تاريخه واسمه كابتن سمير. أكيد ما فيش شك، كلامك منطقي جدا، والكابتن عبد الجليل ممكن يكون بيتكلم بمنطق يعني أو بنظرة المدرب، إن هو عنده مباراة مهمة قدام فرقة كبيرة زي النادي الأهلي. نفس الشيء هو برضه فرقة محترمة جدا، وكان لعيب جامد جدا ومدرب كويس. طيب اللي بيثار كابتن سمير، اللي بيثار ده هل سببه السوشيال ميديا؟ ده عامل اساسي يعني. في بعض السوشيال ميديا بيبقى يعني ايه، عارف، حاجات وهميه ملهاش اي قيمه خالص، وليها اهداف معينه وانت عارفها، انت راجل في المجال وعارف. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك، كابتن محمد عبد الجليل ده شخصيه نظيفه جدا وبيحب نادي المقاصه، وهو كان مسؤول بقاله كذا سنه. ولما الناس قالوا له تعالى امسك الفرقه انت كمدير فني الفتره اللي جايه، الراجل لبى الدعوة طبعا وقال ده شرف ليا وده ناديه وكده. لكن اللي اتقال طبعا
حته التفويت ومش التفويت، ياما اتقال عليا وياما اتقال على عماد وياما اتقال عليه ومدربين الزمالك كابتن طارق يحيى قبل كده. الكلام ده يا جماعه غير صحيح. في حاجه اسمها شرف المهنه، في حاجه اسمها المدرب بيقيم ان هو لازم يبقى كويس سواء على حساب النادي الاهلي اللي هو بينتمي لي او بيشجعه او انا بشجع النادي الاهلي كسمير كمون. انا لما لعبت قبل كده قدام النادي الاهلي مع الرجاء كسبنا 2-1 في اسكندريه، المباراه الثانيه لما مسكت المحله في الدوري الممتاز اتعادلت مع النادي الاهلي، او النادي الاهلي اتعادل معايا في الدقيقه يمكن 97 او الدقيقه 100 كمان، وعبد الله السعيد ضيع هدف، ورمضان صبحي اللي جاب هدف التعادل، ومباراه كويسه ومباراه هايله. ومع ان انا الامكانيات اللعيبه الكواليتي بتاعها طبعا النادي الاهلي اعلى بكتير، وكان معظمها لعيبه دوليه في الملعب، وكان يعني عبد الله السعيد ومتعب ووائل جمعه وكان حسام غالي وسيد معوض وفونا، فرقه تقيله جدا، ورمضان صبحي واحد من المدرج راح طالع كده اهلاوي يا كابتن سمير هو انت ما بتلعبش غير قدام النادي الاهلي؟ رحت انا لاسف كده والماتش شغال خلاص فاضل نص دقيقه، قلت له هقول لك على حاجه، النادي الاهلي هو اللي معودني على الفوز، النادي الاهلي هو اللي معودني على المكسب سواء في التقسيم او في الماتشات، فده انا اتعلمته جوه النادي الاهلي سواء انا منتمي للنادي الاهلي او انا بلعب قدام النادي الاهلي او اي فريق. فدي حاجه اسمها شرف المهنه، ما ينفعش، انا مش هينفع ان انا اسيب افوت للنادي الاهلي، مفيش الكلام ده في الكوره خالص ولا عمرنا سمعناها، ولا النادي الاهلي هيفوت لحد فرقه هتنزل او محتاجه حتى لو هو ضامن الدوري، انت واخد بالك، حتى بتكلم عكس الكلام واخد بالك، فمفيش الكلام ده في الكوره. فممكن يكون كابتن محمد جيل ممكن يكون خانوا التعبير في 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 لفظ هو ما يقصدوش، او هو بيتكلم بصوره واضحه جدا وبنيه صافيه الناس خدتها بمعنى تاني. فالقضيه دي قضيه كبيره يعني، مش اول مره يعني، لكن انا طبعا اشك يعني ان هو زي ما الناس بتكتب ان في حاجه، وكابتن محمد وجيل ازاي يقول الكلام ده؟ لا 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 خالص، راجل محترم وراجل منتمي لنادي المقاصه، وزي ما هو يعني مدير فني زيه زي اي حد عايز يكسب، عشان يقيم ان هو يبقى مدير فني دوري ممتاز بنتائجه بشخصيته بادارته للمباريات. فده دي الماتشات اللي بتقيم اللعيب، ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي وسموحه والمصري وبيراميدز والاتحاد، وبتقيمك انت كمدرب يعني. يعني انت زي ما يعني مثلا الناس ما تنساش، وانا برضو لسه لغايه دلوقتي مستغرب انك انت بالاداء اللي كنت عامله مع الرجاء، فريق كان صاعد من القسم الثاني، ان ازاي سمير كمونه ما يكونش مستمر في الدوري الممتاز. فدي برضو ده نصيب بقى، الواحد كل واحد بياخد نصيبه ان شاء الله، واحد مستني الفرصه وباذن الله هتيجي، الواحد هيثبت نفسه ان انا الحمد لله يعني، يمكن انا جيلي كله بيدرب دلوقتي في الدوري الممتاز، وانا الحمد لله بفضل الله كنت اول جيلي ان انا ابقى مدير فني في نادي الرجاء من حوالي 7 8 سنين، لكن ظروف وكل واحد بياخد نصيبه ورزقه، وما تعرفش ربنا شايل ايه، ممكن يكون شايل لي حاجه احسن في الدوري الممتاز، اخد فرصه افضل فرقه عندها امكانيات، فربنا يسهل ان شاء الله. طيب كابتن سمير، وحضرتك يعني لعبت بره ولعبت يعني في دوري من اهم الدوريات في العالم يعني، هل القضيه دي بتطرح؟ هل الكلام دوت هل وانت بتلعب ده كان بيطلب منك بره؟ هل الكلام دوت انت شفته بشكل او باخر؟ ولا الكلام ده بيبقى موجود هنا عندنا مثلا في الدوري المصري في المنطقه العربيه؟ الامور ديت بتطرح كمان بشكل اكبر كمان بعد السوشيال ميديا او زياده التفاعل مع السوشيال ميديا. بص، السوشيال ميديا للاسف بيبيع الوهم للناس ومعظمهم ناس فاضيه، لكن في ناس مؤثره وبتكتب ايجابيات وبتكتب قضايا محترمه جدا ممكن نستفيد منها احنا كرياضيين او اي مجال على فكره. في نفس الوقت بتأثر على اللعيب جدا، واللعيب كمان دخل جوه المنظومة السوشيال ميديا دي، ان هو كمان لعيبه ابتدت، انا مش عايز اللعيبه، انا عايز اللعيبه تبقى مركزه اكتر، سواء لعيبه المنتخب او الانديه الكبيره اللي بتنافس كمان على البطولات او حتى الانديه الصغيره، كل اللعيبه يعني جنرال يعني يركزوا شويه، فيديوهات كتير ومش عارف ايه ويلبس ايه ويعمل ايه ويصور مع يعني، محدش بيعمل كده، الحاجات دي زادت قوي، واحد منزل صوره مع ابنه، واحد يتنمر عليه يشتمه،
واحد هو المدام بتاعته والاولاد بيتفسحوا مش عارف فين، يروح منزل صوره مبسوط هو، يعني ما هو مش كتير انما بتبقى مره، انما بتبقى دخلت في التنمر يا اسلام، واخد بالك؟ يعني دخلنا في سكه تانيه. انما في اوروبا ناس مركزه جدا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، عاملين بلان نفسيهم، كل واحد مع الفايل بتاعه طول الموسم، الماتشات مفيش تأجيلات، الأجندة الدولية موجودة، مفيش حاجة يعني حد بيطرح موضوع زي اللي أنت بتتكلم فيه ده خالص، تضييع وقت. يعني مفيش حاجة اسمها تفويت ولا بتاع، ده هوا بالنسبة للأوروبيين، ناس عمليين جدا خصوصا الألمان. غلطت بتصلح غلطك، مثلا موقف زي ابن أحمد نادر السيد، حارس شاب صاعد اخطا، او ممكن ما يكونش يبقى الخطا مشترك ما بينه وبين مدافعين، هجوم عنيف جدا على الولد، ولد مؤدب، ولد جون كويس، وابن ناس، وابن حارس عظيم زي نادر السيد، هجوم عنيف، مفيش الكلام ده هناك بره. كمان ده جزئيه من ضمن حاجات انا بزودها من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا، خد بالك كابتن اسلام، مفيش الكلام ده، ناس عمليين بتوع شغل، ما فيش حد بيزعل حد، ما فيش عنصريه، يعني ممكن حاجه بسيطه قوي 1% يعني، فاهم؟ انما كله المنظومه لما بتخش مع بعض كله عايز ينجح، كله عايز يظهر بصوره محترمه جدا، كل واحد عايز يظهر بصوره من النواحي الفنيه لو لعيب كويس، او النواحي التكتيكيه، او بيبقى كمان ذهنه حاضر على طول، مركز مع اسرته، مركز مع ناديه، مفيش تنمر، مفيش سوشيال ميديا كتير، مفيش حاجه اسمها تفويت. انا لميت لك كل حاجه، معلش، كل لا ده كويس كويس جدا، انت بتتكلم في حاجه مهمه معلش. جدا بالظبط، دي قضيه، احنا بنتكلم في قضيه بالزبط. عشان لازم يبقى في بتر، كلمه بتر دي سوري كلمه عنيفه، لازم يكون في يعني خلاص ننهي، نشفرها، خليها معنى يعني اشف شويه، نشفر الموضوع ده يا جماعه، خلاص احنا مصريين مع بعض، والكره المصريه دلوقتي شايفه جامد جدا حوالين العالم كله، الوطن العربي، عندنا اهلي وزمالك من احسن الانديه في الشرق الاوسط، نادي الاهلي، نادي القرن، وال 33 على العالم، وواجهه مشرفه، يعني كل الامور اللي بتحصل دي عيبه في حق الكره المصريه، فلازم يبقى في ضبط وربط شويه، الموضوع لازم ينتهي خالص يا اسلام، كله يتفرج على كوره وينبسط. انت عارف احنا لما بنبقى رايحين ماتشات في بطوله اوروبا او في البوندسليجا، لما كنا في المانيا وفي تركيا، الناس بتروح يوم الماتش ده يوم عيد، والله العظيم ثلاثه اسلام يوم عيد، اللي رايح هو اسرته، ولا رايح سنجل، او قاعد بيتفرج، ما بيستمتع، بيسقف لفرقته، خسران كسبان مروح مبسوط، يوم الويك اند بتاعه يبقى ساعات الماتشات سبت او حد، الراجل رايح هو واسرته وهو لوحده، بيبقى مبسوط قمه الانبساط والسعاده. كمان عايز اقول لك على حاجه، بتبقى كمان يعني لو ماتش بالنهار بيروح يتغدى في المطاعم اللي حوالين المدرجات وينبسط ويشرب حاجه، وبعدين يرجع يتفرج على الماتش تاني، بعد الماتش ممكن يتصور مع اللعيبه حتى لو خسران، وبيسقفوا للعيبه بعد المباراه. يعني في مواقف حصلت الفتره اللي فاتت او الاسبوع اللي فات لما شيناوي غلط، بقيت بعض من جماهير النادي الاهلي، بعض من جماهير النادي الاهلي اللي انا مش متعود، راحوا يعني قالوا شنو كلام مش كويس. ليه؟ ما الراجل رصيده كويس مع النادي الاهلي، جايب بطولات مؤثره، وكان مؤثر جدا في بطوله افريقيا والدوري، هو رصيده كويس كمان مع منتخب مصر، منتخب مصري، ومؤدب، ما لوش حس. ايه يعني غلط؟ هو مفيش حد، احنا كلنا معصومين غلط يعني، كلنا بنغلط يعني. وبعدين كمان يعني ما ده ماتش من بطولة كاملة دوري، الراجل شايلك في الدوري كله، غلطة واحدة دوري ده دوري وافريقيا وبطولات قبل أنا كده. انا اقصد ايه، ان انت بتتكلم في دوري فيه ماتشات تانية، الدوري ما خلص، وماتشات من يعني ماتش من بطولة واحدة اللي هو السوبر مثلا الافريقي، اللي هو من ايام معدودة كان نجم المباراة، صح؟ طبعا. فالراجل جون مصر الاول يا جماعه، انت لازم تتقبل الهزيمه، وتتقبل التعادل، وتتقبل الفوز، وكل النتائج، عشان ده ناديك اللي انت بتحبه. انما انت ما تعملش المدرب او اللعيب شناوي او غيره يعني بالقطعه، ما ينفعش يا جماعه، احنا
لازم نرتقي شويه. نرتقي شويه لان احنا عندنا لعيبه كويسه قوي. يعني الشناوي ده لو قلت مثلا انا هبيعه النادي الاهلي مثلا يعني. شوف كم نادي هياخده في اوروبا ولا في الدول العربيه ولا في الخليج ولا هنا ولا هنا. ورقم لانه قيمته التسويقيه عليت من خلال تواجده في النادي الاهلي. حارس محترم جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان الفيفا كان عامل تقرير عن افضل 10 لعيبه هيشاركوا في الاولمبياد، وكان الشناوي في المركز الثاني بعد داني الفيش. يعني عايز اقول لك ان قيمته طبعا الكبيره، وزي ما حضرتك بتقول، واذا كان عصام الحضري اللي هو الحارس التاريخي كان بيبقى في بعض الاخطاء، نفس الامر بالنسبه لحسين السيد او نادر السيد او عصام الحضري لو رجع دلوقتي هياخد رقم حلو بالسن اللي هو قال لك انا يا جماعه انا عايز ارجع تاني. اي نادي هياخده برقم عصام الحضري طبعا، يعني اعظم الاجوان اللي جت في تاريخ مصر. يعني كابتن سمير، بكره ماتش الاهلي والمقاولين، انت لعبت في الاثنين طبعا، الاول هتشجع مين بكره؟ طبعا هتقول الاهلي. صراحة انت تسألني اسئله محرجه. بص، نادي المقاولين ده بيتي اللي انا اتربيت فيه، اتعلمت مبادئ الكوره وخدت بطولات معاه. هتشجع مين يا كابتن سمير؟ خدت كاس مصر وخدت كاس افريقيا ورحت النادي الاهلي اللي انا بقى ايه انطلقت بقى للنجوميه والمجد، والحمد لله يعني النادي الاهلي خيره عليا يعني الحمد لله. طيب انا اهلاوي. اهلاوي اقولها لك اهو، اهلاوي متعصب جدا، لكن اتمنى الاهلي ياخد الدوري، اتمنى الاهلي ان شاء الله يعمل مباراه كويسه والاحسن يكسب باذن الله ان شاء الله. في ظل الظروف والضغوط اللي عليها النادي الاهلي ورغبه المقاولين كمان، يعني على الاقل ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه عشان موقفه في جدول الدوري. شايف ان المباراه برضو ان موسيماني يصر على مساله الثلاث ديفندرات اللي متمسك بيها او اللي بيلعب بيها في اخر يعني ثلاث اربع مباريات سواء في افريقيا او في الدوري؟ بص، هي كلنا نتفق او نختلف على الطريقه، لكن هو الاختيار الاول والاخير لمستر موسيماني اكيد. تمام كده؟ هنيجي بقى لرايي انا. انا وجهه نظري الطريقه دي تتناسب مع النادي الاهلي داخل مصر. داخل مصر؟ الرابع داخل مصر. ليه بقى؟ ثلاث ديفندرات؟ يعني لا، اثنين. اثنين. ان يلعب بديفندرين بس. ترى اللي كسب بيها ماتش سموحه اللي كان من احسن مباريات النادي الاهلي عملها، ان هو يعني جاب ثلاث اجوان في خمس دقائق، يعني ما فيش احسن من كده يعني. كان اداء راقي جدا واللعيبه كانت يعني عامله جيم حلو قوي. هو ده النادي الاهلي. لو لعب بالطريقه دي 4-2-3-1 عندك حلول بقى. بتتكلم في اثنين ديفندرات ايا كان مين بقى. حمدي فتحي، ديانج، السوليه اللي هو الناس. هو السوليه بره يعني القايمه. يعني بقى عموما يعني. انت بتتكلم عموما. لو حمدي فتحي موجود وديانج ما عندكش اي مشكله، السوليه وديانج ما فيش مشكله، السوليه وفتحي الثلاثه بيكملوا بعض والثلاثه يعتبر مستوى واحد دلوقتي. بيقوموا بالادوار المركبه حلوه قوي. وبيقوموا بالادوار الدفاعيه حلوه قوي، بيقوموا بالادوار الهجوميه حلوه قوي. واخد بالك؟ انما النادي الاهلي بالطريقه بتاعت 4-3-3 هو قفشه الوحيد اللي بيعمله مشكله. لان قفشه دلوقتي هو نجم الشباك، الجولدن بوي بتاع مستر موسيماني او النادي الاهلي، هو مكسب النادي الاهلي. تمام كده؟ تمام. لما بتلعب بره محتاج ان انت بعض الاحيان بتلعب في فرقه زي الترجي، سان داونز، فرقه تقيله، بتحب تقفل شويه، ده طبيعي جدا، مفيش مشكله. ممكن العب بثلاثه، انما على ملعبي هنا انا معظم الفرق ان هي بتلعب زون ديفنس وبتلعب على الكونتر اتاك، محتاج ان انا العب جيم مفتوح شويه، بشغل اطراف، عندي سرعات وعندي اطراف كويسه جدا، ناحيه الشحات وطاهر ومحمد شريف طبعا متالق كالعاده، من وراهم قفشه العقل المفكر ليهم، خلاص انا عندي مفاتيح لعب والناس بتحرك من ورا الخطوط كويس جدا. الاهلي يكسب كام بكره من وجهه نظرك لو انت هتتوقع؟ انت برضه هتدخلني لا انا يعني مقاولين طبعا مع عماد عامل شكل كويس من السنه اللي فاتت، السنه دي بيزوم سوء حظ، اتمنى لهم التوفيق ويطلعوا من المحنه اللي هم فيها. النادي المقاولين نادي كبير طبعا، ما ينفعش يعني ما يلاقيش بيه المركز اللي هو فيه عكس السنه اللي فاتت خالص.
انما النادي الاهلي طبعا فرقه كبيره وعندها خبرات. قول توقع النتيجه. إن النادي الاهلي كفته ارجح. يعني ممكن النادي الاهلي يفوز بكره. الماتش يخلص كام كام يا كابتن سمير؟ اثنين، ممكن اثنين. اثنين. بس هتشوف مباراه حلوه، ان الاهلي والمقاولين كل مباراه الاهلي والمقاولين ليها حلوه، مباراه حلوه وسريعه ومفتوحه وفيها جوان وهجمه من هنا وهجمه من هنا وضغط في نص الملعب، ويعني هتلاقي فيه يعني عنف كمان والتحامات، هتلاقي ماتش حلو يعني، هتلاقي ماتش حلو تتفرج عليه تستمتع بيه فنيا يعني. قول لي يعني الاهلي، وده اخر سؤال، الاهلي محتاج حارس مرمى ولا الحراس اللي موجودين يعني ممكن النادي الاهلي يكون موجود بيهم الموسم الجاي؟ لا لا خالص، النادي الاهلي يعني انت عندك حد احسن من الشناوي؟ عندك حد لا انا بتكلم بدايل، انا بتكلم عندك حد احسن من مصطفى شرير؟ ثلاث حراس جامدين جدا، انت بتتكلم في الخبره والنجوميه والراجل البديل بتاعه، وعاوز اقول رقم اثنين، مش بحبش اقول الكلمه دي، كلهم بيكملوا بعض، ماشي كويس جدا على لطفي، ولعب ماتش الزمالك ادى اداء راق جدا، مصطفى شرير مستقبل جون، حارس كويس يعني، ثلاثه بيكملوا بعض، ما عندكش اي مشكله خالص، حتى كمان لما اي حد بيلعب فيهم، سواء شوبير لما لعب في الكاس او لطفي بيلعب ماتشات مكان الشناوي لما يكون في ظروف او الراجل عايز يديله ماتشات ولا حاجه، ما بتلاقيش في فرق يعني. يعني لطفي عمل ماتشات كويسه مع النادي الاهلي، لا النادي الاهلي حراسه بخير. لا ما فيش مشكله يعني. كابتن سمير يعني دايما بتنورنا، سمير كمونة طبعا نجم الكرة المصرية ونجم الأهلي والمقاولون العرب والمنتخب الوطني، وقال كلام مهم جدا جدا في قضية تفويت المباريات اللي أثيرت خلال أو اللي بتثار كل شوية في ظل طبعا كل ما بيكون في صراع ما بين الأهلي والزمالك على الدوري، بتلاقي جمهور الأهلي يقول لك طب أصل طريق يحيى، أصل مش عارف مين، أصل الكلام اللي كان بيتقال قبل كده، السنة دي بقى الدور على عماد النحاس ومحمد عبد الجليل. هطلع فاصل وبعدين نرجع بقى، عندنا أخبار مهمة جدا عشان نستقبل بعد كده في الفقرة الأخيرة النجم محمد عبد الجليل. هيدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبار جديد في 9 مساء غدا الخميس على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لبطولة الدوري، وبيحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بينما بيتصدر الزمالك الترتيب برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، وبيتبقى للأهلي 7 لقاءات مؤجلة هيخوضها على التوالي، بداية من مواجهة المقاولون العرب، ثم هيلاقي مصر المقصة، ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، وبيسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات السبعة للوصول ل 66 نقطة، وده هيضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل، وبيتطلع حامل اللقب لتحقيق الفوز في المباراة لرفع معنويات اللاعبين قبل مواجهة المقاصة اللي هتكون الأخيرة قبل شد الرحال للمغرب لخوض مباراة النهائي الإفريقي أمام كايزر تشيفز. على الجانب الآخر هيدخل المقاولون العرب المباراة برصيد 29 نقطة في المركز الـ 14 وبفارق 4 نقاط فقط عن أسوان صاحب المركز الـ 16 أول مقاعد الهبوط، وبيضع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون رهانه على عامل السرعات في خطوط الهجوم لتنظيم الكرات المعاكسة بحضور لويس هانستروزا وكريم مصطفى وعمرو فتحي سافيولا. وعكف النحاس خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين مؤخرا، خصوصا في المباراة اللي خسرها من طلائع الجيش بهدف دون رد. دايما الاهلي بيحاول خلال الفتره اللي فاتت من خلال لجنه التخطيط برئاسه محسن صالح وطبعا في وجود محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكره وموسيماني المدير الفني الى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكره،
بيركزوا بشكل كبير على الصفقات طبعا رغم الارتباطات ورغم سواء المحلية أو الإفريقية، لكن النادي الأهلي في محاولات خلال الفترة اللي فاتت على يعني التفاوض، أو بالفعل تم التفاوض مع إبراهيم عادل، لاعب طبعا ومهاجم المؤثر جدا في نادي بيراميدز، واللي ظهر بشكل مميز جدا خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة إبراهيم عادل قعد بالفعل تاني قعد بالفعل مع أحد المسؤولين في النادي الأهلي، والكلام دوت مش في الفترة الأخيرة، الكلام ده من فترة يعني من حوالي شهرين، من حوالي أكتر شوية، إن حصل مفاوضات، حصل جلسة مفاوضات ما بين إبراهيم عادل ومسؤولين في النادي الأهلي. المسؤولين دول عرضوا على اللاعب في أحد الكافيهات في مصر الجديدة، وعرضوا عليه إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي في الموسم اللي جاي. بدأوا يطلعوا على العقد بتاع اللاعب، لكن لقوا أن اللاعب كمان ممدد عقده مع نادي بيراميدز، فبالتالي تم وموثق العقد في اتحاد الكورة، فبالتالي تراجع المسؤولين في النادي الأهلي عن إتمام المفاوضات، وبدأت المفاوضات ممكن تكون بدأ التفكير داخل النادي الأهلي أن المفاوضات تكون بشكل رسمي ما بين إدارة بيراميدز وإدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. إبراهيم عادل راح للمسؤولين في نادي بيراميدز بعد ما عرفوا أن هو قعد مع المسؤولين في النادي الأهلي، واعترف ليهم بأن هو فعلاً بلغهم أو بلغ المسؤولين في النادي الأهلي بترحيبه بالانتقال للنادي الأهلي، لكن في نفس الوقت بلغهم كمان أنه هو مرتبط بعقد مع إدارة بيراميدز، وبالتالي هو بيحترم تعاقده مع إدارة النادي، وإذا كان يرغب بقى النادي الأهلي في إتمام التعاقد أو إنهاء التعاقد يبقى التعاقد مباشرة. لكن اي حد هيقول لك ان ما فيش مفاوضات حصلت ما بين الاهلي وبيراميدز، قول له لا، سوري، ما بين الاهلي واللاعب، قول له لا، حصل مفاوضات وحصل قعده، لكن ابراهيم عادل زي ما قلت لك يمكن بلغ كمان المسؤولين في نادي بيراميدز انه بيرحب بالانتقال للنادي الاهلي، لكن من خلال اداره بيراميدز. بالمناسبة هيحصل تغييرات في الفترة الجاية داخل الفريق في نادي بيراميدز، لأن تكيس جونياس هتشوف زي ما بقولك، وزي ما رضا عبد العال قال هنا، هتشوف طريقة تانية وطريقة مختلفة في طريقة اللعب بالنسبة لتكيس جونياس، واللي طبعا واحد زي ما قلتلك قبل كده إن هو واحد من أهم المدربين الأجانب اللي كانوا متواجدين خلال الفترة اللي فات. قلت لك برضو الأسبوع اللي فات إن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي رافض إن يستمر في النادي الأهلي علشان طبعا ما بيشاركش، وفي مفاوضات مع سموحة، وفي مفاوضات تانية مع أندية تانية داخل الدوري الممتاز، وعلى رأسها بيراميدز من ضمن الأندية اللي يعني في مفاوضات ما بين اللاعب وما بين إدارة بيراميدز، وكنا قلنا لكم الكلام دوت من أسبوعين، لكن الجديد إن النادي الأهلي دلوقتي بدأ يحدد مبلغ حوالي 7 مليون جنيه علشان طبعا يتم الاستغناء عن اللاعب. لكن خلي بالك داخل الأهلي وداخل الزمالك بنقعد نتكلم في مفاوضات، بنقعد نتكلم في تعاقدات، ممكن بيكون في مفاوضات مختلفة، إلى أن طبعا يا إما اللاعب بيجدد عقده أو بيستمر، أو اللاعب بينتقل أو بيرحل عن النادي، زي ما حصل مع قضية فرجاني ساسي والزمالك خلال الفترة اللي فاتت. خلينا ناخد الأستاذ طارق جبريل
امين صندوق نادي الزمالك. استاذ طارق برحب بيك. يا اهلا وسهلا كابتن اسلام، ازيك حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ كويس الحمد لله يا فندم. الحمد لله. المسؤوليه صعبه في التوقيت دوت ولا ايه؟ والله صعبه، صعبه قوي يا كابتن اسلام يعني، بس صعبه يعني علشان صعبه علشان الازمه الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ولا والله صعبه علشان بعد مجلس مرتضى منصور؟ والله بص على حاجه، اتفضل. المساله صعبه يعني، مش عايزين نجيب يعني، مش عايزين، انا اللي بجيب السيره، انا يعني بص احنا عايزين نركز في شغلنا، فما عندناش وقت ولا رفاهيه الوقت او المجهود ان احنا نهاتف في مواجهات مالهاش لازمه او كلام مالوش لازمه، فيعني خلينا في طريقنا. بص حضرتك، الامور صعبه لان مش ماديا بس الحقيقه، هي يعني ماديا طبعا صعبه جدا 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 جدا، وبداناها صعبه جدا، والحمد لله بدانا نفك العقده شويه شويه. كويس. الحمد لله. لكن هي المشكله مش اداريه، مش ماليه بس، هي ماليه واداريه وعشوائيه. يعني بص، في امور كتيره، يعني امور كتيره مخليه ان المجهود عايز يتضاعف عشان نعرف، والوقت عايز يتضاعف 20 مره عشان تعرف تصلح هذه الامور يعني. جايه من عهد مين بقى؟ يعني في خلاف، في مشاكل برضو من حتى من قبل عهد المجلس اللي فات يعني. مشاكل كامنه ده الحق يقال يعني بالزبط. هي مشاكل متراكمه يعني، ما اقدرش ان انا لا بس يعني اتفضل هو السبب فيها. اتفضل. فهي المهم في الاخر احنا بنواجه مشكله، بغض النظر بقى يا منين او من امتى، دي يعني دي قصه ثانيه. فاحنا بنحاول نحلها بهدوء، ويعني زي ما حضرتك شايف الاداء على قد ما نقدر يبقى هادي، وبنحقق كل يوم حاجه على الارض في الواقع، ويمكن الناس بتلمسها. احنا يمكن ما بنحبش نتكلم كتير في حاجه ما حصلتش، ويمكن دي برضو بتزعل شويه الاعلاميين مننا او بعض الاعلاميين مننا، ان احنا لما نيجي نتكلم فمش عايزين نقول حاجات معينه، ومش عايزين تفاصيل معينه. وطبعا الاعلام تعرف يعني، كل واحد عايز طبعا يطلع اكبر طبعًا قدر من المعلومات، وده حقه طبعًا. انا ما بنكروش حقه، لا وبالذات في نادي الزمالك كمان، وما يتزعلش منه يعني. يعني فاهم حضرتك، لما تحاول معايا وانا ما بزعلش، لكن في نفس الوقت ما تزعلش لو انا ما قلتش يعني. بالظبط، حقك بالظبط كده. فاحنا ما بنقولش حاجه، احنا بنظهر يعني، احنا مش مانعين نفسنا من الظهور او من الكلام. في ناس بتنقد تقول والله دول بيظهروا كتير، ما انا شايف ان احنا ما بنظهرش كتير ولا حاجه. انا يمكن في 45 يوم ما رحتش غير برنامج واحد انترفيو، خمس ست سبع مداخلات مثلا يعني، يعني ما فيش كسره ولا حاجه، لكن من حق الناس تعرف. فاحنا بنجاوب، لكن بنجاوب في حدود اللي حصل، وبنجاوب في حدود الحقيقه. حضرتك بتتكلم على ارقام وعلى عقود وكوره وبيتقال حاجات. بص حضرتك، 99% من اللي بيتقال على الميديا وعلى السوشيال ميديا الحقيقه كلها فيك، كلها مش مظبوطه. ولذلك هنرد عليه ولا عليه يعني، خلاص كل واحد بيكتب اللي هو عايزه وبيقول اللي هو عايزه وحر. لكن في الاخر احنا ملتزمين باللي احنا بنقوله واللي احنا بنعلنه رسميا. هو يحسب للجنه المؤقته يعني برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب، ان يمكن في بطولات حصلت سواء السله طبعا افريقيا او الدوري، التمديد لاحمد سيد زيزو في فتره قليله، رغم حضرتك بتتكلم في ازمه ماليه. فزي ما حضرتك بتقول دلوقتي في حاجات ملموسه حاصله في فتره وجيزه مع اللجنه الحاليه اللي هي برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب، ووجود حضرتك طبعا وبقيه المجموعه، طبعا مجموعه محترمه جدا اللي موجوده. لكن خلينا بقى نتكلم عن اللي يهم الناس واللي يهم طبعا جماهير نادي الزمالك، ونبدا بيه هو اشرف بن شرقي. هل في جديد بخصوص تمديد تعاقد اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك؟ والله بص حضرتك، هو طبعا يعني بس انا عايز اقول حاجتين بسرعه كده من الكلام اللي حضرتك قلته. هو طبعا اللجنه كلها هي القصه، احنا الحمد لله اللجنه يمكن نجاح اللجنه بان كلنا بنشتغل، مفيش حد ما بيشتغلش، كل واحد ماسك ملف، في اثنين ماسكين ملف، في واحد ماسك ملف، في ناس بتساعد من بره المجلس ومن جوه المجلس او اللجنه. فدي يمكن منجحها الموضوع شويه، ما فيش وان مان شو خالص خالص نهائي. طبعا لا ينكر ان حسين لبيب ذكي في ادارته،
طبعا دي برضو مساعده طبعا الباقي ان هو يشتغل صح. في ناس طبعا بعلاقاتها وب يعني بعلاقاتها ساعدت المجلس كتير، زي يعني انا مش هذكر اسم معين عشان ما ابقاش مركز على حد معين، لكن هم كلهم الحقيقه يعني استاذ التريدي، استاذ هاني، استاذ الدكتور السامري، كل واحد في مجاله، دكتور حسين مندو، يعني دكتور عاطف النمر، يعني كل الناس الحقيقه يعني عامله شغل كويس قوي. عمرو ادهم طبعا قايم بدور كويس في ملف القضايا الدوليه، فيعني بص كله شغال وكله في اتجاه واحد، فيمكن ده الحقيقه وبهدوء، وده يمكن الى حد ما اتمنى ان الناس تكون يعني شايفه بعض النجاح اللي حصل يعني. بجانب يعني التخفيض كمان، يمكن انا نسيت موضوع التخفيض كمان، مبلغ باتشيكو 450 الف دولار اعتقد. والله بص هو المجهود برضه عشان الحق يقال، يعني هو المجهود بدا في باتشيكو دوت من ساعه ما مشي حتى من اللجنه السابقه يعني. بس احنا الحقيقه كملنا، عمرو ادهم كمل بطريقه احترافيه ومعاه المحامي اللي شغال مع النادي مع الناس اللي بره، يعني تابعنا الموضوع كويس. عمرو ادهم عامل فيها مجهود كويس بطريقه احترافيه جدا. عمرو ونصر عزام، عمرو ونصر عزام طبعا بالظبط تمام، واحنا كلنا معايا طبعا ومدعمين، لكن هم الحقيقه هم اللي في يعني هم اللي في المقدمه في الملف دوت وانجزوا فيه وماشيين في حاجات كتير على فكره. يعني الملف ده كبير جدا كبير جدا، يعني جينا لقينا ملف كبير جدا من يعني من مجالي السابقه، مش المجلس حتى اللي فات واللي قبليه، يعني في حاجات قديمه جدا واحنا ماشيين فيها كلها، لكن لا ادعي ان احنا هننجح فيها كلها، لكن باتمنى ان احنا واحده واحده نحاول نخفض، نحاول ناجل، نحاول نكسب قضيه، يعني مواقفها طبعا مختلفه كلها يعني. هو الاهم زي ما ذكرت برضو حضرتك، انا يمكن ماسك في الجمله اللي حضرتك قلتها، ان اللجنه شغاله على الامور الملموسه فعلا، اللي سواء تهم بقى جماهير نادي الزمالك او اعضاء نادي الزمالك، يعني الاثنين. خليني ارجع بقى للشيء الاهم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، عشان بنشري. لا بص حضرتك، يعني زي ما انت شايف احنا ما بنعلنش عن حاجه وبيطلع بيها بيان رسمي وواضح جدا للناس الا لما تحصل فعلا. هو لغايه دلوقتي ما حصلش لسه تعاقد، انما ما ننكرش ان طبعا في طبعا الملف دوت يمكن قلنا قبل كده بيبقى ماسكه كابتن فاروق جعفر، كابتن حسين السيد، معهم بيبقى حسين لبيب، كلنا معاهم برضو، لكن يمكن هم برضو زي ما قلت لك يمكن هم في المقدمة. طيب خلينا اسالها بشكل تاني، يعني في كلام، لا في خطوط عريضه اتحط، يعني هل اقترب اشرف بن شرقي من تمديد عقده مع الزمالك؟ لا اقدر اقول ان في خطوط عريضه اتعملت الى حد ما، في توافق ان احنا نتفق. بص حضرتك، اللعيب يبان من اوله، يعني اللعيب لما يكون عايز نادي ومتعقل في طلباته الى حد ما والنادي عايزه، بيبقى في تقارب مبدئي، وده انا بتهيألي حاصل. انما انا مش هقدر اقول ان هو 100% نهائي الا لما يحصل قاعده مع اللجنه بتاعت الناس المسؤوله عن ملف الكوره، ويقعدوا ويحطوا الخطوط كلها، وفعل كده بعد كده احنا كمجلس بنوافق وبنعلن الموضوع يعني. لكن المفروض الموضوع ماشي، لكن يخلص امتى، يخلص ازاي، يعني انا الحقيقه ما اقدرش اتكلم فيها خالص. طيب بس حضرتك برضو يعني ايه، انا مركز مع حضرتك كويس قوي، فبتقول كلام كده في النص، كلام مهم جدا. لما اللاعب يبقى عايز النادي ولما النادي يبقى عايز اللاعب، فبيحصل توافق في المفاوضات، وده اغلب الاحيان وهو ده اللي حاصل مع بن شرقي. يعني انا شايف لغايه دلوقتي كده، لكن برضو بص حضرتك، بص مفيش حاجه مضمونه في الدنيا دي كلها. لكن ده ما حصلش مع فرجان الساسي. لا ما حصلش. حصل مننا احنا. من النادي ولا من اللاعب؟ من النادي يعني طبعا، وكان واضحه يعني للناس كلها ان النادي هو اللي كان عايز للاعب. النادي كان فاتح الباب يا حضرتك. طبعا في البدايه ساسي لعيب كويس، ساسي لعيب ما يعني شفناش منه حاجه وحشه طوال السنتين ثلاثه اللي كانوا في النادي،
لكن في نفس الوقت احنا كنا فاتحين الباب لاخر دقيقه. انا بس ليا تحفظ واحد في الموضوع ده كله الحقيقه، يعني انا مش ماسك ملف الكوره عشان برضه ابقى امين معاك، يعني كلنا بنحب الكوره وبنفهم فيها لكن ما احناش متخصصين، يعني انا ما اقدرش ان انا يعني، انما هو في الاخر لعيب كويس طبعا، جمهور جماهيري دي برضه خلي بالك نقطه بتبقى وسيله ضغط شويه على النادي. احنا فتحنا الباب لغايه يمكن ساعات فاتت كنا فاتحين الباب، يعني لغايه ما يعني احنا كنا كام ده 10 مرات يمكن في خلال ال 40 يوم اللي فاتوا. حسين لبيب يمكن قالها في خلال اليومين تاني، لان احنا ما زلنا برغم يعني كل المؤشرات السلبيه لكن احنا لسه في مواربه للباب، اللي عايز يجي يتكلم يتكلم. الامور بالنسبه لي انا كانت واضحه من زمان، لكن احنا يعني عندنا كان صبر شديد جدا عشان خاطر الفرقه وعشان خاطر الجمهور. واحنا بنتكسفش، بص حضرتك الواحد ممكن يستكبر ان انا اقول لك مثلا ايه ده انا كلمت اللعيب وما ردش عليا. خلاص في ناس تقول لك لا يعني ازاي بقى، يعني ازاي بقى رئيس النادي ولا امين صندوق النادي ولا مسؤول في النادي ويكلم اللعيب او يكلم الوكيل وما يردش. احنا قلناها ليه؟ قلناها عشان ده حقيقه حصلت نمره واحد. احنا بنعمل كده ليه؟ مش عشان برستيجنا، مش عشان انا اقول لا المفروض ما اقولش دي احسن يقولوا اصل يعني اللعيب استكبر على رئيس النادي. رئيس النادي قالها، قال انا كلمته وما ردش. فاهمني؟ ما استكبرش ليه؟ لان واحد زي حسين لبيب ده جاي يخدم النادي، جاي يعمل اقصى مجهود واقصى محاوله عشان يخدم النادي باحترام طبعا وبتحضر وكل حاجه، لكن برضو عايزين الناس تشوف احنا ما قصرناش مع حد. يعني فهو الحقيقه هو حر، بص الاحتراف ما فيهوش عيب. دي لسه كام ده انا قايله من شويه، الاحتراف ما فيهوش عيب، يعني حضرتك اللعيب عايز يلعب في اي حته هو حر، عايز يسيب النادي هو حر، وانا ما زعلش. يعني فاهم قصدي حضرتك ايه؟ الناس تقول لا ما النادي الزمالك هو اللي عمل اسمه، هو اللي عمل ماشي طبعا كل ده موجود، لكن الاحتراف خلاص يعني بيغلى الحته دي شويه. فانا ما زعلش حضرتك لما تيجي تقول لي لا انا مش عايز اعرف نادي الزمالك، حاجه ما تزعلنيش. بس ما تعالى اقعد على الترابيزه وقول والله انا عشان اعرف نادي الزمالك 1 2 3 او انا مش عايز اعرف نادي الزمالك. مواجهه، نقعد على الترابيزه بتحضر جدا، ربنا يوفقك وربنا يوفق النادي، والنادي مش هيقف على حد. امين. انما مش 40 يوم منتظرينك. يعني هي ده التحفظ اللي انا واخده على كابتن ساسي الحقيقه. يعني امين صندوق الحالي لنادي الزمالك يرحب بضم رمضان صبحي؟ سؤال صعب قوي. ليه انت بتزنق لي باسئله؟ بس انا ممكن اجاوبك بكل بساطه، انا ملف الكوره مش معايا اساسا. لا 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 هو انا يعني اكيد مش عايز يعني الاجابه دي والله. انا بص حضرتك لما احنا بنقعد مثلا يعني مثلا كارترون لما يتقعد معاه بيطلب طلبات معينه 1 2 3 مش عايز 1 2 3 او بفضل 1 2 3، احنا اللي علينا بنعمله ايه؟ بنحاول احنا نوفق له اللي هو عايزه. استاذ طارق انا لو النهارده لو كارترون او الناس الفنيه في الكوره مع كابتن فاروق مع كابتن حسين السيد جم والله كلهم اجتمعوا ان احنا عايزين فلان فلاني، ما عنديش مشكله ان اتكلم معاه. استاذ طارق يعني حضرتك ذكي جدا، لكن انا مسال والله. لا حضرتك طبعا ذكي جدا واذكى مني بمراحل، وانا الشرف لا خالص والله انا بجاوب والله ليا الشرف ان حضرتك معايا طبعا على التليفون. لا ده انت الوحيد اللي عرفت تزنقني انا. لا خالص. اكرر مره ثانيه السؤال، طارق جبريل امين صندوق نادي الزمالك؟ لا طارق جبريل ولا امين صندوق نادي الزمالك؟ الاثنين زنقتني برضه ما اعرفش. يرحب بانضمام رمضان صبحي للزمالك؟ رمضان صبحي بص نتكلم بقى، انا كجمهور واحد طارق جبريل ده زملكاوي من الجمهور، يعني انسى بقى اللجنه القصه الرسميه، لان انا لا افوض ولا بتكلم في قصه الكوره دي خالص، مش بتاعتي. يعني ما حد يتكلم في الهاندبول اقول له ستوب، ما حدش يتكلم في الهاندبول طبعا، بس او انا وحسين لبيب مثلا، انما بتكلم في الكوره ممكن اقول استشاره اقول رايي وخلاص وببعد، ماليش دعوه يعني فاهم. رمضان صبحي لعيب مهاري كويس جدا طبعا، يعني ما حدش يقدر
يعني دي شهاده بتهيألي من الناس كلها يعني، سواء طبعا اللي بيحبوه ولا ما بيحبوش. خلاص اي نادي في الدوري المصري رمضان صبحي ممكن يبقى اضافه ليه طبعا، فدي برضو حاجه ما تعيبش اي حد يعني. لكن مم. الملف هو مش مفتوح اساسا، انا مش عارف اجاوب عليه عشان كده يعني. ما حصلش مفاوضات مع اللاعب؟ لا ما فيش، لا ما فيش خالص حاجة. لا لا خالص. هل هل اتفضل انما لا يعني اقول لك يعني اي لعيب في الدوري زي ما قلت لك لعيب كويس واللجنه الفنيه عايزاه او الناس الفنيه عايزاه خلاص وفي امكانيتنا نجيبه هنتفاوض معاه، ايه المشكله؟ لكن هل خزينه نادي الزمالك في ظل الازمه الماليه تسمح بضم لاعب بحجم رمضان صبحي؟ ماليا، بحجمه ماليا، انا ما بتكلمش على فنيا يعني، فنيا ما حدش يقدر يتكلم. سؤال صعب برضو ولا ايه؟ لا والله بص حضرتك يعني بص حكايه الخزانه ديت يعني حاجه نسبيه والله يا كابتن اسلام يعني. يعني لما بقول في ازمه وكانت ازمه طاحنه وازمه، وحتى الازمه بتاعت فاكر انت لما استلمنا يمكن حضرت معاك برضو حاجه في 2013 لما خد برضو مجلس مؤقت مع الدكتور كمال وانا كنت امين صندوق برضو بالظبط، ودخلنا برضو على المديونيات ودخلنا على يعني كلام يعني كان صعب كان برضو وقتها ازمه نفس وقدرتوا تتجاوزوا بعض منها. انا معقود بكده يعني مش مفيش مره طب يريحوني اجي كده؟ لا لان انت راجل قدها فبالتالي انت بتيجي في الازمات من عند ربنا ومعاونه الاخرين يعني، ما بعرفش اشتغل لوحدي اساسا يعني. فهي حضرتك ايه، فالازمه الماليه مش تعني يعني لما اقول ازمه ماليه مش تعني ان احنا مش عارفين نشغل نادي واحنا جايين ليه. يعني احنا جايين احنا في 40 يوم احنا موفرين مرتبات الناس اللي كانت بتقبض، موفرين العقود اللي عملناها التجديدات اللي عملناها، موفرين دفعنا بعض اجزاء من المديونيات، موفرين استقرار في النادي زي ما انت شايف. الناس ابتدت تاخد مستحقاتها كلها، اللي بقى له سنه ما خدش، بقى له ست اشهر، بقى له مش عارف قد ايه خلاص. الحمد لله بطولات اتحققت في ال 40 45 يوم دولت، بس لا ادعي برضه، خليني برضه يعني ممكن اقولها بس يا كابتن اسلام، لا ادعي ان البطولات دي كلها من كلها يعني سببها اللجنه المؤقته اللجنه الجديده. لا طبعا ما اقدرش اقول كده خالص، والا ربنا يعني مش مظبوط، كلام مش مظبوط. لا في شارك فيه اللجنه اللي قبل كده، شارك فيه جزء منها المجلس اللي قبل كده لا ننكره، لكن احنا يمكن لا ادعي بقى لا وادعي بقى المره دي ان ال 45 يوم دولت احنا جينا لقينا الفرق كمان عندهم مشكله. يعني في مجالس قبل كده جابت لعيبه كويسه انا ما بنكرهاش، جابت مدرب كويس في فرقه انا ما بنكروش، ما ده واقع ما اقدرش انكره خلاص، لكن الحقيقه جينا لقينا في اضطراب، في عدم ثقه. الناس ليها مستحقات وخدوا 400,000 وعد. الناس قلقانه. القلق ده لو حضرتك ما كنتش تدوبه وبسرعه انا اظن ان البطولات اللي اتاخدت دي كان ممكن ما تتاخدش. او بعضها على لا هو اكيد اكيد يعني، انما انت عملت نعمل هدوء والاستقرار، قعدت مع الناس. احنا اول ما جينا عملنا الفرق اللي هي داخله على نهائيات واللي فاضل له ماتشين ثلاثه والدوري يخلص واللي فاضل له النهائي واللي فاضل له زي ما حصل يعني، احنا قعدنا مع الناس كلها واحنا برضو كرياضيين وعاشرنا الملعب ودي تفرق برضو مع بعض الناس يعني. قعدنا مع الناس واديناهم مصداقيه في الكلام. جينا مثلا ناس مستحقه لها فلوس وتعبانه يعني، هي نزل الماتش وهي تعبانه نفسيا. يعني فاهم حضرتك، ودول محترفين يعني ده اكل عيشهم. لما لقوا مصداقيه والله انا هبص كسبتوا الماتش يعني، شوف بقى حاجه توصل لايه، مدين على ماتش قلنا له انتوا كسبتوا الماتش، ما كسبتوش الماتش فلوسكم بكره. وبكره يبقى معاهم فلوس. تاني بطوله داخلين على نهائي بطوله، كسبتوا البطوله ما كسبتوش البطوله فلوسكم بكره. بكره دي منهم بطوله خسرناها، تاني يوم كان فلوس المستحقات كلها متاخده. فاهمني؟ تبني مصداقيه، بتبني طمانينه. دخلوا البطوله اللي بعدها الطايره مثلا، دخلوا البطوله اللي بعديها عملوا ماتش كويس وكسبوا خدوا الكاس. فريق كوره المستحقات بدات تتظبط. الحقيقه مش كلها لكن يعني جزء كبير منها. بمصداقيه يعني ايه؟ يعني نقعد مثلا انا وكابتن حسين مع الناس نقول لهم بصوا الاسبوع الجاي هيحصل 1 2 3، الاسبوع اللي بعديه 1 2 3.
بيحصل باليوم بالساعه. فحقيقة لما بتعمل كده الناس تحس بطمأنينة. الموظفين لما ياخدوا مرتباتهم في اول الشهر بتحس في استقرار في النادي، في هدوء. اكيد المدربين نفس الكلام، فدي بتدي ثقه. الثقه دي انا اظن انها ساهمت في بعض البطولات اللي حصلت. استاذ طارق جبريل، يعني في تفاصيل كتيره داخل الزمالك، وانا يعني ادعو حضرتك انك تكون موجود معانا هنا في البريم وتشرفنا دايما، لان انا عندي اسئله كمان كتيره جدا خاصه بما يحدث وما يدور داخل الزمالك خلال الفتره اللي فاتت. فانا بشكر حضرتك جدا جدا على تواجدك معايا، وفعلا اللجنه المؤقته بتكمل اللي كان حصل، لكن خليني اكلمكم بمنتهى الامان. الفتره اللي فاتت في وجود اللجنه السابقه، وهي لجنه محترمه جدا برئاسه اللواء عماد عبد العزيز، بس كان في بعض المشاكل، وانا برضو ما احبش احكم على المشاكل بشكل كامل غير لما بحاول اجيب مسؤول من الفتره اللي كان متواجد فيها، ودوت هنعمله خلال الفتره اللي جايه، لان نادي الزمالك طبعا نادي كبير جدا جدا وشعبيته كبيره جدا، وبالتالي لازم يكون في اهتمام فيما يحدث داخل نادي الزمالك، واللي بنامل ان هو يرجع مره ثانيه للاستقرار زي ما النادي الاهلي موجود في استقرار دلوقتي، لان الاستقرار هو اساس البطولات. خلينا اطلع فاصل واستقبل النجم محمد عبد الجليل. أثار محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقصة الجدل بتصريحاته الأخيرة واللي رفضها البعض، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من عشاء كرة القدم ونجوم اللعبة داخل مصر. ومن المقرر أنه يواجه النادي الأهلي نظير مصر المقصة الفريق الفيومي مساء يوم الأحد القادم، وتحديداً الساعة 5، في مباراة صعبة بكل تأكيد على الشياطين الحمر، خاصة وأن الأهلي عنده إصرار كبير على تحقيق الفوز بكافة المباريات المتبقية من أجل التتويج بمسابقة الدوري. وبتأتي صعوبة هذه المباراة أنها تكون الأخيرة للنادي الأهلي في مسابقة الدوري قبل ما يتوجه لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس في المغرب. وتحدث محمد عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو قائلا: غدا أو بعد غد سوف أؤكد على لاعبي فريق مصر المقصة بضرورة الحفاظ على لاعب الأهلي في المباراة القادمة بالدوري، ذلك لأن الأهلي هيمثل مصر كلها في نهائي دوري أبطال أفريقيا. هذه التصريحات أثارت ضجة إعلامية كبيرة وغضب الجماهير على مواقع السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة، خاصة وأن المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم ساخنة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. أنا من بكرة أو بعد إن شاء الله هأكد على اللعيبة في ماتش الأهلي بالذات لازم نحافظ على لعيبة الأهلي، وأنا بقولها على الهوا، لازم الراجل رايح يلعب مباراة تمثل مصر كلها، تمثل أفريقيا. أنا يعني هقول للعيبة المقاصة مفيش احتكاك جامد، مفيش، لو انت يعني طبعا لعب على الكوره روح، طبعا لعب بشكل طبيعي، طبعا لو كوره طويله او كوره حافظ على الزميل طبعا ليه، بص جدا، وبالذات المباراه دي كمان عشان الاهلي رايح مهمه خاصه. قلب الدنيا الكابتن محمد عبد الجليل بتصريحاته مع النجم محمد فاروق هنا في البريمو. محمد عبد الجليل زي ما كان بيقلب الدنيا وهو لاعب كره مع النادي الاهلي اللي خد معاه 13 بطوله وسجل معاه 32 هدف، قلب الدنيا خلال الساعات اللي فاتت. محمد عبد الجليل تاني مره وفي تاني ولايه ليه مع مصر المقاصه، وبدايه جديده لمحمد عبد الجليل كمدير فني بعد ما كان في الولايه الاولى. يمكن اللي الناس ما تعرفوش ان الكاس الوحيد اللي دخل مصر المقاصه للفريق الاول لما كان مدير فني محمد عبد الجليل في 2013، كانت بطوله وديه، لكن في النهايه بتبقى الانديه ديت انديه الانديه اللي بتبقى صاعده من القسم الثاني وبترغب في الاستمرار، بتبقى البطولات الوديه والرسميه بيكون ليها دور كبير جدا
في تحفيز اللاعبين، لكن محمد عبد الجليل اللي كان دايما يعني بيشعل حماس المدرجات والجماهير بطريقة لعبه وأدائه المميز جدا، أشعل حماس السوشيال ميديا خلال تصريحاته الأخيرة. كابتن عبد الجليل برحب بيك. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بقيت مثير للجدل انا دلوقتي، صح؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك كابتن عامل ايه؟ الحمد لله كويس والله بخير الحمد لله. ايه مخضوض ليه يا كابتن عبد الجليل؟ باين عليا قوي؟ يمكن ما تعرضتش للمواقف دي بقالي كتير. انا قلت التعبير المظبوط. انا ما تعرضتش لموقف زي ده بقالي كتير قوي يا كابتن اسلام. انا جاي النهارده ارد، وجاي انا بحبك وانت ساعدتني كتير، انت عارف انا دي حقيقه. يعني بالعكس انت شرف لي ان انا موجود. يعني ربنا يخليك كابتن. انا اي استشاره اعلاميه، استشاره فنيه، انا بكلمك انت. شرف. اي استشاره فنيه بكلم كابتن انور سلامه. كنت قاعد مع كابتن علاء نبيل، خدت منه حاجه. بكلم وانا في قطاع الناشئين، كلمت امام محمدين باخد منه حاجه. ده مش عيب وما قللش مني طبعا، ده بيبقى ثقه في نفسك. بتاخد من ده حاجه من ده حاجه من ده حاجه، وتحط انت الحاجه بتاعتك وبتعلى على الحاجات دي. ده مش عيب ولا حرام يعني، مش انما نتكلم. لا يعني انا بتكلم سبب الخضه اللي انت فيها دلوقتي، التصريح ولا رد الفعل؟ لا رد الفعل. لومت نفسك؟ لا ما لومتش نفسك. هلوم نفسي ليه؟ ومش ندمان ليه؟ هو انا اسلام لما اقول حافظ على زميلك وحافظ على الفرقه الثانيه، يبقى انا كده بسيب ماتش؟ يبقى انا كده بفوت؟ الثقافه دي لسه ما وصلتش عندنا. انتوا ما تعودتوش ان مدير فني يمسك يقول حافظ على الفرقه الثانيه، خد بالك عليها، ده اكل عيشهم. بص يا كابتن اسلام، انا بقالي 12 سنه في مصر المقصه، دي سنه 13. المقصه دي مولوده على ايدي وانا بقولها كتير. اي حد يفرط في حق مصر المقصه انا كفيل ان انا اقف قدامه، اي حد. هو لما انا رحت مسكت المقصه، الحاج احمد هويدي سياده النائب، كابتن وليد هويدي في الاول، اتمسكوا بمحمد عبد الجليل. ولما جه اللواء محمد عبد السلام، دكتور طارق واللواء بكري والاستاذ محمد مجد، اتمسكوا 12 سنه بمحمد عبد الجليل. ليه؟ ما كانوش يتعاملوا معايا، عارفين الراجل ده بيشتغل. انا قعدت 7 سنين فريق اول يا كابتن، ما بين مدير فني ومدرب عام، ونزلت قطاع الناشئين 6 سنين. وانا في قطاع الناشئين جه حوالي 6 مدربين، ما بين الكابتن ايهاب جلال، كابتن ميدو، كابتن طلعت يوسف، كابتن عماد سليمان، ايمانويل امونيكي، كابتن عظيمة مؤخرا. اتصل بال6 مدربين دول، ما فيش مره سمعت كلمه ان عبد الجليل نخرب لمدرب او حاجه عشان يمسك، ما حصلتش. دين تدان. تعاملي مع الناس دي كلها ان انا بحضر قطاع الناشئين، بشتغل، بشوف شغلي وسايبها على الله. جات لك تمسك فريق اول، جات لك، ما جات لكش يبقى ربنا ما كانش رايد. هي جات لك دلوقتي لان الناس دي واثقه فيك. بعد ما الناس دي وثقت فيك جاي تقول تسيب ماتش او تفوت؟ اللغه دي ايه؟ اللغه دي ايه؟ لغه التفويت دي؟ اللي بيتكلم وبيقول ده عايز يفوت وده بيفوت. عماد النحاس يفوت ايه؟ عماد النحاس في موقف صعب جدا، ازاي يفوت؟ هو عبد الجليل بيحب الاهلي اكتر ولا اكل عيشه اكتر؟ كابتن اسلام انت بتحب قناه تن اكتر من اي قناه تانية. طبعا. صح؟ طبعا. انا بحب مصر المقصه اكتر من اي فرقه تانية، لان فرقتي. سواء بقى انا مدير فني، سواء انا في قطاع الناشئين، سواء انا مدرب، سواء دي فرقتي، بقول لك ابني واتولد على ايدي. انما لغه الحوار نفسها ضايقتني. بقى بكلمك بامانه، الناس مش متعوده. انا في اول من 12 سنة ويمكن كانت غريبة على الأولاد، لما كنت ماسك فريق الفراعنة، كانت قبل المقصة ما تخش، في بداية المحاضرات دايما بتاعتي يا كابتن بقول تقرأ الفاتحة وتدعي لنفسك وتدعي للفرقة التانية تطلع سليمة. فالولاد يعني تقول تدعي للفرقة التانية يا كابتن؟ قلت لهم تدعوا لزمايلكم يطلعوا سلام من الملعب، مش ده أكل عيشه؟ كل محاضراتي كده يا كابتن. فأنا لما بتكلم مع فاروق بتكلم بتلقائية. مين اللي هيسيب؟ مين هيشيل رجله؟ مين هيسيب الناس تعدي؟ زي القنوات اللي اتكلمت من خلالك، بشكر الكابتن سيف زاهر بجد، اداني حقي. بعتب على بعض الزملاء
اللي كانوا لعيبه كوره معايا، اللي كانوا زمايلي، اللي عارفين مين محمد عبد الجليل، وللاسف كانوا بيلعبوا كره قدم، طلع بيقول ده هيفوت وده هيفوت وده هيفوت. زي مين؟ زي خالد الغندور. خالد الغندور بندق. اه مع انه قال في الاول عبد الجليل ده محترم، وعبد الجليل ده كويس، وعبد الجليل ده نظيف، وبعدين لقيت اللغه اتغيرت. انا ما سمعتش، بس هي الناس قالت لي يا ريت تجيب لي خالد الغندور على التليفون. يعني نحاول نجيبه طبعا يا ريت كابتن خالد. آه. لكن يعني ايه، بلاش. انا نصيحه لازم تشوف، لان ممكن الكلام يوصل لك غلط. ممكن الكلام يوصل لك غلط. خلاص يعني بص. لو كان قال كده ان مثلا عبد الجليل، اقول له عيب يا خالد، انت كنت لعيب كوره، وبعدين خالد الغندور متربي طالع من بيت محترم. طبعا فلغه التفويت والحاجات دي مش هو اللي يقولها، يسيب اي حد من اللي هو حريف تفويت هو اللي يقول. في ناس حريفه والله، في مدربين فعلا حريف. بص انا ما شفتش في مصر فرقه فوتت لفرقه، ما شفتش. ما طيب شفتش. خليني بعد الفاصل نشوف القصه ديت، مين المدربين الحريف التفويت. ماشي يا اخويا، بعد الفاصل مع النجم محمد عبد الجليل. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج. خرج آلاف المشجعين الإيطاليين للشوارع للاحتفال بصعود منتخب بلادهم لنهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بعد فوزه على نظيره الإسباني في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله. وعبر المشجعين الإيطاليين عن فرحتهم بإطلاق الألعاب النارية والرقص في الشوارع والتلويح بالأوشحة والأعلام في العديد من المدن الإيطالية زي روما وميلان ونابولي، وكذلك الحال في البلدات الصغيرة. وبيشعر الإيطاليين بفرحة عارمة نظرا لأن الأزوري لم يتأهل للنهائي منذ 9 سنوات لما سقط أمام إسبانيا عام 2012 برباعية نظيفة. ونجح المنتخب الإيطالي بقيادة روبرتو مانشيني في إعادة الحماس للكرة الإيطالية بأكملها بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وتجمع الآلاف من المشجعين الإيطاليين في روما في بيازا ديل بوبولو ساحة الشعب لمشاهدة المباراة أمام شاشات عملاقة، وغزوا شوارع العاصمة فور انتهاء المباراة. وتجمع بعض المشجعين الإسبان أيضا في هذه الساحة لمشاهدة المباراة، لكن الشرطة منعتهم من حضور ركلات الترجيح، وده لأسباب أمنية على الأرجح. كمان احتفلت الصحف الإيطالية بتأهل الأزوري لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد الفوز على إسبانيا 4-2 بركلات الترجيح. فقالت صحيفة لاجازيتا ديل سبورت: الاحتفال الكثير من المعاناة، هزمنا إسبانيا بركلات الترجيح، إيطاليا تاريخية في ويمبلي، نحن في النهائي. وعنوانت صحيفة توتو سبورت: يا لها من أسود، إيطاليا هزمت إسبانيا بركلات الترجيح، هتافات من القلب لسبيناتزولا. لسه مكملين مع النجم محمد عبد الجليل. كابتن عبد الجليل، لو الزمالك في نفس الموقف كنت هتقول دوت؟ طبعا طبعا اوفر يا كابتن، وربنا ما اوفر والله. يعني حاسس انك ما اوفر شويه. طب وانت مش عارف ان قعدتي كلها في نادي الزمالك؟ انا عارف طبعا، من ايام محمد ابراهيم عزمي مجاهد الله يرحمه، عبد الرحيم محمد، مجدي عبد الكريم، ولي. هو الناس دي كلها مش صحابي؟ انا قعدتي كلها في نادي الزمالك والله. انا عضو في نادي الزمالك. ليه قعدتك في نادي الزمالك؟ لان المدربين اللي جم مصر المقاصه كان اول واحد احمد عبد الحليم، كابتن احمد عبد الحليم كابتننا. كابتني وحبيبي ده اول واحد، وهو اللي دخلني نادي الزمالك وعرفني. يعني انا من بعد ما سبت الزمالك السنتين اللي لعبتهم ما دخلتش النادي. لما هو جه مسك مدير فني ابتدى يجيبني اقعد. قعدت بقى محمد ابراهيم ده عضو مجلس اداره في الزمالك انت عارفه، كابتن عزمي مجاهد، كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه، الله يرحمه، مجدي عبد الكريم، الناس دي كلها قعدتي معاهم. كان نصر ابراهيم بقى ويجي اسماعيل يوسف نوع. دي قعدتي. ف بقيت نفسك يعني صحابي. انت تعرف ان انا ما دخلتش اهل الجزيره بقالي حوالي 2 أو 3 سنين؟ ياه. والله ليه؟ مش عشان حاجه، انا بقالي كتير ما دخلتش النادي الاهلي. انا يعني اتعودت اخش الزمالك. ليه ما تروحش تلعب كره في فرقه الشمس معاه؟ لا ده رجري،
ما عدتش قادر اقرا كابتن اسلام. يعني هم بيتواجدوا يعني بيتواجدوا يعني كلهم يعني كل ناس كتير قالت لي كده يعني. يعني حتى وانا قبل ما اشتغل في مصر المقصه قالوا لي روح العب في فريق الشمس. ولا انت واخد موقف؟ لا من ايه يعني عشان ما تمش اختيارك؟ لا انت لا بعيد لا لا, لا 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 انا انا لو رحت ما تفكرش انت بالطريقه دي. لا لا خالص النظريه والحاجات المؤامرات دي والحاجات اللي هي يقول لك اصل ده متضايق من الاهلي وده متضايق من الزمالك. انا ما بكرهش حد وربي ما اعبد ما اكره حد وعمري ما عديت حد. عشان كده لما تهاجمت قوي زعلت لان انا ما تعودتش ان حد يهاجمني قوي كده لان انا بحسن نيه انا بتكلم من قلبي واقسم بالله اسلام انت عارفني انا بتكلم بتلقائيه انما انت تسالني لا انا عايز اكسب. نعم انا عايز اكسب ان شاء الله وعايز اعمل احلى ماتش في الدنيا ضد اهلي ضد زمالك ضد بنك اهلي. ده انت عايز تعمل تاريخ لنفسك كابتن اسلام. ده تاريخ انت بتحاول تاني تخش مجال التدريب وتظهر تاني لان انا قعدت 6 سنين قطاع الناشئين ده برضو خلاك بعيد. سمعت ان اداره المقصه يعني زعلوا منك من التصريح دوت؟ لا لا وقالوا لك هو انت قلت كده ليه وما كانش يجب ان انت تقول دوت؟ لا والله ده اللي حتى حطيتك في موقف مش كويس. لا ما حدش اتكلم معايا في كده خالص حتى اللي هو بكري طلع رد وكده. ايوه ماشي حتى كابتن وليد ما اتكلمش في الموضوع ده لان هم عارفين محمد عبد الجليل. ما هو اصل يا كابتن اسلام انت عشت عمر 13 سنه هم عارفين محمد عبد الجليل هيقول كده. هو عارف من جوا ايه وعارف هيعمل ايه وعارف هيكلم اللعيبه ازاي. بقول لك اللعيبه النهارده واقفه بتضحك وبتقول لك كبر دماغك كابتن النهارده. فانت اصعب تعليق جالك بعد الموضوع ده كان ايه؟ واحد قال لعماد النحاس اجهز يا عم انت مش اقل من اخوك احمد سامي. هو احمد سامي ده عمل ايه الدور الاول؟ كسب كام؟ كسب 2-1. كسب مين؟ الاهلي. طب ايه ما قالوش ليه ساب الماتش ولا بتاع؟ اللي حصل في ماتش سموحه اللي فات ده لو ليفربول في فرقه تيجي فيها 3 جوان في 5 دقايق يا كابتن دي مش في ده في الاوف داي بتاعه. ده مش ماتش مش يوم بس. لا مش يومه طبعا بس يعني احمد سامي لا طبعا لا اشك بس كده لا في احمد سامي ولا في فريق ولا في اي حد ولا في اللعيبه. بقول لك انا بقالي سنين عمري ما شفت فرقه فوت لفرقه كابتن. هو كل سنه كابتن في الفتره دي دايما لما يجي الاهلي لاعب حد من ابنائه مع ان انتوا دايما تقولوا محمد عبد الجليل لاعب الاهلي والزمالك صح؟ طب الناس ما اتكلمتش ليه لما الزمالك كسب المقصه ماتشين ورا بعض؟ ما قالوش ليه المقصه اتهونت؟ دي كوره. طيب معايا كابتن عفت نصار. مرحب يا عفت. حبيبي يا ليل ازيك يا عفت يا محترم؟ كل التوفيق ليك يا حبيبي ان شاء الله. ربنا يخليك يا عفت حبيبي. كل التوفيق ليك يا عبد الجليل ان شاء الله. وحبيبي يا اسلام. كابتن عفت منور يا كابتن. الله يخليك كابتن. زهره خليك حبيبي. الله يخليك كابتن. يعني في تفويت في بيبقى في تفويت للاهلي وللزمالك ولا الكلام دوت؟ وبالذات لما يبقى المدربين بينتموا للاهلي والزمالك ده أثير طبعا بعد مش عارف حضرتك سمعت تصريح كابتن عبد الجليل مع زميلي الكابتن محمد فاروق. تصريح عماد النحاس برضو نفس الكلام بالظبط. بص يا كابتن اسلام انا عايز اقول لك على حاجه. اولا بعيدا انا يعني ايه انا عارف ان انت راجل صريح وبعيدا عن ان عبد الجليل صاحبك يعني ده عشرة العمر بس عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. عبد الجليل وعماد النحاس ما بيمثلوش نفسهم يعني بيجي يتكلم يقول مثلا انا عن صفتي انا عبد الجليل مثلا اتمنى المباراه تمشي ومحدش يتعور او حاجات من دي. انما ما يقولش مثلا هقول للعيبتي او الكلام ده كده تتاخد كده. انت عارف طبعا في عصبيه ما بين الجماهير ما بين السوشيال ميديا بالظبط كده. فعبد الجليل خانوا التعبير وعماد النحاس خانوا التعبير. انما عبد الجليل هيلاقي فرصه زي دي تاني فين يثبت نفسه علشان ياخد الكارير بتاعه اللي المفروض يبقى فيه من زمان. يعني عبد الجليل مدرب كويس من زمان مش من دلوقتي. المفروض من سنين كتير جدا كان عبد الجليل موجود وبعدين مش انديه بس منتخبات كمان. انما احنا الاجيال بتاعتنا او الناس اللي ملهاش في يعني مش يعني ملهاش في التواصل ما بتروحش ما بتتخبطش على الابواب يا عفت صح بالظبط كده. فدايما الواحد يعني انا مثلا انا واخد كل
الدراسات بتاعتي من فرنش فيدريشن، ما حدش يعرف حاجه، ما حدش يعرف ان الواحد تعب علشان يتعلم تدريب وعلشان يوصل. عبد الجليل قد ايه انا كنت بشوفه في موضوع الاكاديميات وموضوع القطاعات، وقد ايه واحد بيطلع من الصبح بدري علشان يفضل يشوف شغله طول الوقت. فاعتقد ان دي حاجه تحسب لعبد الجليل ان هو يبقى موجود دلوقتي ولو انها متاخره. انما انا واحد من الناس اتمنى ان التصريحات يعني المدربين يمسكوا نفسهم، لان اي جمله هتتقال هو بيتحاسب عليها شخصيا، يعني بالاضافه انها بتنسب لنادي. فيمكن عبد الجليل خانوا التعبير، عبد الجليل عايز يقول ان الاهلي ده مصر، وان مش عايز يعني اي حد في الفرقه يتعور. انما في نفس الوقت اتحداك لو ما كانش عبد الجليل عايز يكتب واحد واثنين وثلاثه وعشره كمان، لو يطول يكتب كده هيكتب كده، لان ده تاريخه هو. مهما كان الواحد بيحب نفسه، فعبد الجليل اكيد هيحب نفسه، مش هيحب حد اكتر منه يعني، او اكتر من تاريخه. ربنا يخليك. والله انت كلامك كبير قوي عفت والله. لا بتكلم، لا انت النهارده رايق قوي وهادي قوي والدنيا مظبطه معاك النهارده 100 100 كده. انت صح عفت والله، صح صح. بس فهي الامور كده. انا يعني انا اكتر من جروب في الجروب بتاع الزمالك اتكلموا على الكلام ده، وانا دخلت اتكلمت قلت نفس الكلام اللي انا بقوله لك ده. قلت لهم يا جماعه عبد الجليل جايز عشان انت كمان عارف كابتن عبد الجليل يعني. لا والله انا طب انا ماليش علاقه يعني عماد النحاس مجرد معرفه بس كده. انما نفس الكلام برضو يعني نفس الكلام، مفيش حد عايز يخسر يعني. المباراه بتاعت الدور الاولاني كسبان 2-0، وبعد كده جه الشوط الثاني الاهلي كسب 3-2، اتحسبت عليه هو، مع انه لو كسب ما كان الامور مشيت عادي خالص يعني. فما فيش حد عايز يفوت مباراه، بالعكس كل واحد بيبقى عايز يكسب، حتى اللعيبه اللي بتلعب كل واحد عايز يكسب، لان دي مصلحته. مين هيبدل مصلحه حد على مصلحته هو شخصيا؟ الا بقى لو الاب الام الاخ. انا ممكن يعني اتنازل عن حاجات شخصيه بالنسبه لي، لاخويا الام لابويا لحد يعني حد يعني حد كويس طبعا مني، حد أيه. من دمي. انما طبعا ما اعتقدش ان عبد الجليل وصل الكلام ده خالص، بالعكس ده اعتقد ان عبد الجليل بعد المباراه اللي فاتت والتعادل والكلام دوت، اعتقد ان هو عايز يكسب الماتش اللي جاي ويتحط في، ليه ما يخشش رابع، وليه ما يلعبش بطوله بعد كده، وليه اسمه ما يكبرش اكبر واكبر وياخد وضعه الطبيعي اللي المفروض ياخده الاجيال بتاعتنا. وعبد الجليل يعني انا واحد من الناس بتمنى له كل نجاح، لان كل خطوه نجاح هينجحها هيضيف لينا احنا كمان، الاجيال بتاعتنا هيضيف لها، وفي نفس الوقت هيبتدي الرؤيه تختلف. يعني انا بتمنى زي ما بتمنى لاحمد سامي مثلا كل التوفيق والنجاح، بتمنى مش عايز برضو الاجيال اللي فاتت اللي هي مثلا دلوقتي في السبعينيات وحاجات من دي ولسه عايشه في نفس موجة التدريب بدون دراسات كمان وبدون متابعه للي بيحصل بره. الكره اتغيرت والتدريب اتغير، وحتى يعني شكل الكره اتغيرت. احنا بنتابع لان احنا واخدين على السوشيال ميديا وبنقدر ندخل على المواقع بنتفرج عندنا لغه بنقدر نعمل الكلام ده كله. انما الاجيال اللي قبلنا الحظ يمكن ما اسعفهمش ان هم يبقى عندهم الكلام دوت، فهم بعاد كتير جدا عن الكره اللي موجوده دلوقتي. يعني الواحد بيتفرج على الكره الاوروبيه بيقول امتى اللعبه دي تيجي عندنا؟ احنا فعلا ما عندناش كوره بجد. وبعدين انت عارف انت لما تصنف كدوري كمان ان انت من اسوا 4 دوريات في العالم، برضو الناس دي ما بتتكلمش من فراغ. ده مين اللي صنف ده كابتن عيف؟ ده الاتحاد الدولي صنفنا لان احنا مش من اسوا يعني الدوريات اللي ما فيهاش منافسه. احنا وارتيريا والسودان ومدغشقر على ما اعتقد يعني. فتخيل لما انت تتحط في حته زي دي، ده معناه ايه؟ معناه ان 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 في فجوه في الرياضه عندنا او في كره القدم بس. يعني انا شايف ان كره القدم محتاجه اعاده تصحيح، محتاجه نظره من رئيسنا العظيم ان احنا محتاجين تطوير، محتاجين كرة القدم يبتدي يدخل كوادر مختلفة عن الكوادر اللي موجودة، الكوادر اللي خلاص بقت معروفة وأي حد فيهم هيتكلم تقدر تطلع له 50-60 تهمة و50-60 جناية عملها قبل كده
ومع ذلك موجودين. يعني بص بص اللي كانوا موجودين قبل كده وكانوا بيديروا الرياضه، في منهم سته او سبعه الفتره اللي فاتت دي مسجونين، اتسجنوا حاجات يعني ماليه واخلاقيه وحاجات من دي، ولسه في ناس جايه كمان الفتره اللي جايه. يعني طيب كابتن عفت، عندي سؤالين. السؤال الاول، هتشجع الاهلي في نهائي افريقيا؟ والله بص انا 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 زملكاوي، انا احب ان اي حاجه تبقى لنادي الزمالك مش لاي نادي تاني، يعني حتى لو الاهلي. انما لما يبقى حاجه بتمثل مصر، لا كل التوفيق للاهلي. انما لو الزمالك فيها، عمري ما كنت اتمنى للاهلي انه يكسب، كنت اتمنى للزمالك انه اكيد يكسب. طبعا يعني اكيد لكن الاهلي بيمثل مصر دلوقتي، وبالتالي بالزبط. وبالتالي كلنا بنشجع الاهلي في نهائي افريقيا. كابتن عفت، حتى في الاولمبياد يا ليلو، حتى في الاولمبياد يعني الواحد بيتمنى اي ميداليه لمصر، اي حاجه ترفع اسمنا ان شاء الله. اي حاجه يعني هقول لك على حاجه، لما بيتكلموا على مين هيشيل العلم مرشحين ثلاثه، انا نفسي احمد الاحمر، عشان انا يعني انا يعني اعرفه وبحبه والكلام ده، يشيل العلم علشان مصر وعشان نادي الزمالك. يعني أيوة أيوة. برضو الواحد بيفكر فيها كده، لان دي هتفضل صوره في التاريخ سنين ومئات السنين، هتفضل موجوده، وهتلاقي الصوره دي بيجيبوا دلوقتي اولمبياد من 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 سنين فاتت كتير جدا، بيجيبوا الناس اللي شايله الاعلام، حاجه حلوه قوي وحاجه. طيب السؤال الثاني، ايوه، تتمنى ان رمضان صبحي يجي الزمالك؟ بص رمضان من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، اضافه لاي حد، اضافه للمنتخب الاولمبي، اضافه لمنتخب مصر الاول. تتمنى ولا لا؟ اتمنى طبعا. هقول لك على حاجه، انا من الفتره اللي كان بلحق بيها في الاهلي، لما جيت ارشح مين افضل لعيب الكوره في مصر، قلت رمضان صبحي وعبد الله السعيد. وهقول لك على حاجه، رمضان لو جه الزمالك هيفرق كتير قوي في مستواه هو الشخصي ومستوى نادي الزمالك، لان في بعض اللاعبين اللي يصلحوا يلعبوا للفرقتين الكبار بتوعنا الزمالك والاهلي، وفي لعيبه لما يروح حته ثانيه يقلوا، لانه هم خدوا على مستوى معين او ليفل معين في طريقه اللعب، السرعه اللي بقى بيراميدز فيه لعيبه كويسه، انما مش بالكم اللي يتماشى مع رمضان صبحي. كابتن عفت نصر، نجم نادي الزمالك الاسبق، بشكرك. كابتن عفت رايق النهارده قوي. نعم عفت رايق النهارده قوي تقريبا. هادي كده، يعني على غير العاده. تفتكر يا كابتن 94 كنا احنا خدنا بطوله افريقيا مع افريقيا سبور، لما انا جبت الجون وخدنا النهائي، كان الزمالك بعدها بيومين بيلعب كوتوكو هنا وبيلعب ضربات جزاء، وكابتن اسماعيل يوسف ضيع ضربه جزاء. انا كنت قاعد بتفرج كابتن، انا قعدت في ضربه الجزاء بتاع، قعدت اقرا قران عشان تضيع عشان الزمالك يكسب، وانا في الاهلي. والله وانت بتلعب في الاهلي؟ وانا بلعب في الاهلي. هو في كان بيحصل مثلا لعيبه من الاهلي او من الزمالك والزمالك مثلا بيلعب في افريقيا، كنت تتمنوا في جيلكم، انا تتمنوا مثلا وانتم بتتفرجوا على الماتش، في لعيبه كانت بتبقى عايزه الزمالك يخسر، يخرج من البطوله، يخسر البطوله في كل حته كابتن، هنا وهنا هنا بس وحي. اللي بتربي واللي عارف يعني ايه معنى زميل ليه فرقه ثانيه بيتمنى له التوفيق، لان انا كنت دول زمايلي في منتخب مصر، كنا قاعدين في اوضه واحده وبناكل في طبق واحد، فانا كنت اتمنى له التوفيق عشان ياخد مكافئات، عشان يعلي اسمه، عشان بيته، عشان 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 فكرش بقى اهلي زمالك ايه، مع ان شوف احنا لعبناهم في السوبر وكسبونا، بس انا ساعتها كنت بدعي لهم عشان لعيبه زمايلي. انا طبيعتي كده يا كابتن اسلام، اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز يصدق بتعمل يصدق. بالود ده والهدوء دوت مع اللعيبه جدا، ولا بتدي لهم وش اول لما بتنزل التمرين؟ زي يعني يقول لك في مدرب كشري ومدرب علاقته سامح كده وعلاقته قريبه. بص انا اتعلمت الكلام ده من فرانك ريكارد في هولندا، كان بيخلص التمرين مع اياكس وبيخرج مع اللعيبه وبيقعد معاهم، ياكلوا الهامبرجر سندوتشات على الرصيف ويقعد معاهم صحاب ريكارد. ولكن ريكارد ولكن لما بيخشوا الملعب انسان تاني. انا كان وانا ماسك الفتره الاولانيه كان هاني سعيد وايمن عبد العزيز صحابي، وامير عزمي وسامح العيد صحابي، بنخرج اول ما بنخش الملعب موضوع تاني، كانوا عارفين. بس بيحصل خلط في مش يعني مع كل الناس،
يعني في بعض الناس بتفهم الكلام ده غلط، بروح جازز يعني رقبته. يعني مثلا حسن شحاتة اللي هو المدرب واحد من ابرز المدربين في تاريخ مصر، كان قريب من اللعيبه، كان قريب، بس في حصل مواقف او موقفين هما الاشهر سواء مع ميدو وشيكابالا. حصل انت معاك كده؟ لا الحمد لله، اللعيبه بتحترمني قوي، تقدرني، يمكن انا لسه داخل بقى 6 ايام. بس عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط، هو حسن شحاته ده قيمه كبيره طبعا يعني. بس بتحصل، فبالتالي دول اشهر موقفين حصلوا قدام الناس يعني. وبتحصل بره كتير وبتحصل هنا كتير وبتحصل هنا وممكن تحصل لي. بس ما بتخافش، انا اسف التعبير، ما بتخافش يتقال عليك مدرب ضعيف الشخصيه؟ انا اسمي محمد عبد الجليل، اعوذ بالله من كلمه انا. النهارده بقول للعيبه اوعى حد ما يلعبش يقلب وشه، ما بحبش قلبه الوش. انا بطبيعتي مرح وبحب الضحك، بحب اللعيب ينزل الملعب مبسوط عشان يؤدي تمرين حلو. اللي مش هيأدي وينزل مكاش يقعد في بيتهم، يقعد بره ما ينزل ليش. هو ده. لا انا ما انا الحمد لله واثق من نفسي، واثق ازاي اتعامل مع اللعيب، ابص في عيني اعرف. خايف من موسيماني؟ خايف؟ مش خايف، بقدره. لا مرعوب ايه؟ مش خايف، مرعوب. لا 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 لا، بص انا كنت عامل حساب الواد دجله اكتر. يعني انا اتسالت دجله، وبعدين قلت له ما اخلص من دجله الاول، فرقه كوره كنت محترمها او مقدرها. موسيماني مش موسيماني، الاهلي. انت بتقابل 11. لا انا بكلم مدير فني دلوقتي. دماغه نضيف عبد الجليل. المدير الفني للمقصة يخاف من موسيماني ولا من كارتيرون ولا من تكيس جونياس ولا إيهاب جلال؟ الأربعة. لا ما أنا ماشي. أجيب لك واحد واحد يعني؟ لا يعني مين أكتر واحد أنت تخاف منه؟ البوب. إيهاب جلال دماغه سم، دماغه حلو. أفضل من الثلاثة اللي أنا قلت لك عليهم؟ يعني إيهاب جلال أفضل من موسيماني، أفضل من كارتيرون، أفضل من تكيس؟ ودي كارتيرون يمسك الإسماعيلي في الظروف دي، ودي تكيس يمسك الإسماعيلي في الظروف دي. تكيس رفض بالمناسبة، تعرض عليه قبل إيهاب جلال ورفض. ما يقدرش عليه، مش هيعرف يتعامل معه. تكيس عايز حتة هادية، تكيس مدرب كويس قوي برضو دماغه. هو شغل دجلة اللي بتعمله ده، ما هو اللي عامله طبعا. هو اللي عامله هيغير من بيراميدز جدا جدا. لو رمضان صبحي مشي يأثر معاه؟ وهل رمضان صبحي لو مشي تنصحه ان هو يمشي هنا في يعني في الزمالك ولا يحترف بره؟ بص، ولو انضم للزمالك هيفرق مع الزمالك؟ بص، حته ان هو هيمشي من بيراميدز هيأثر معاهم؟ لا، بيراميدز ليها طابع معين، ليها ستايل معين، يعني مهما بتاع يعني ممكن يلعب نهائي كاس، ممكن مش عارف ايه. انما حته المنافسه على الدوري دي عايزه قماشه لعيبه وجمهور وسوري، يعني موضوع كبير يعني. فمش هيأثر قوي. طبعا رمضان لو بنصحه لسه صغير يحترف بره، لو ما احترفش بره وراح الزمالك هيقلب الدنيا. هيقلب الدنيا؟ طبعا. ليه؟ هيبقى رضا عبد العال نمره 2. اولا هيمشي مع الزمالك قوي قوي، بالذات لو بن شرقي مشي الحته دي. بن شرقي يعني بنسبه كبيره هيجدد. رمضان ممكن يمشي مع الزمالك كويس قوي قوي، يعني هيبقى برضو هتعمل ضجه يعني جامده. هو اكيد هتعمل ضجه، لكن هل هتستمر الضجه ولا رمضان؟ يعني مثلا كابتن اكرامي في تصريحات ترددت الفتره اللي فاتت، قال لك لو رمضان راح الزمالك هخسره. اونطا طبعا. يعني اكرامي لازم يقول كده، كابتن اكرامي لازم يقول كده عشان هو في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي. سيبك بقى من الشغل، كابتن اكرامي قيمه وقامه. اكرامي طبعا. فهو ممكن يقول كده، بس انا ما اعتقدش انه يقول كده. يعني ايه اخسر جوز بنتي؟ اخسر جوز بنتي عشان الكوره؟ سامحني سامحني يعني، احنا بنرجع 20 سنه لورا يا جماعه، 50 سنه لورا. يعني ايه اخسر جوز بنتي وانا جد عياله؟ اخسر عشان راح الزمالك ولا الاهلي وبتاع؟ ايه شغل ال... لا لا، هو قال كده؟ انا اشك. ولو قال كده يبقى عشان خاطر السوشيال ميديا والحاجات دي، انما مين ما يتمناش لجوز بنته النجاح؟
مين ما يتمناش لجوز بنته وابو احفاده بتاعه هو انه يروح للزمالك نجاح ولا انه يستمر في بيراميدز؟ لا انه يروح الزمالك طبعا. الزمالك. ايه يا كابتن اسلام؟ لا انا بس كره في مصر اهلي زمالك. بيراميدز يعني بقى ليه شكل ومن زمان ليه شكل، ولكن يعني من ساعة ما بقى موجود برضه مش مقرب من الزمالك ولا الاهلي مهما عمل. هو البيراميدز مش كسب الاهلي مرتين السنه اللي في اول مع المستشار ترك وجاب لنا كينو، ده كنا كلنا مستمتعين بيه، كان لعيب كبير طبعا. استمتعنا بالحاله دي بس ما خدش الدوري. كسب الاهلي وكسب الزمالك ودوحر كده وبتاع، انما برضه جت النهايه ايه؟ اهلي وزمالك، زمالك واهلي. امتى الاقي عبد الجليل مدرب لمنتخب الشباب لمنتخب الناشئين؟ لما يرضى عني، لما يشوفوا شغلي ويعرفوا ان الراجل ده محترم، الراجل ده بيبص لشغله بس، لا ليه دعوه باهلي ولا ليه دعوه بزمالك ولا دعوه ببنك اهلي ولا ليه دعوه بوادي دجله. يعني حته ان انت يعني كل سنه يقول لك اصل المدير الفني ده بتاع الاهلي هيسيب للاهلي، كل سنه يتقال الكلمه دي يا راجل. او الزمالك هيسيب للزمالك، او الزمالك هيسيب زي طارق يحيى ما تعرض لنفس طارق يحيى كان انا شغال معاه وكسبنا الزمالك ولا عمره قال للعيب شيل رجلك ولا اعمل النهارده انا بقول للعيبه ايه؟ لا انا تصريحاتي يا شباب ما لكمش دعوه بيها، انت هتلعب راجل على الكوره، اللي هلاقيه بيشيل رجله هيجي يقعد جنبي. انا ممكن اقول لك خاف على زميلك، ما تطلعش بكوعك تاذيه تفتح له حاجبه، انا ما ارضاش بكده ولا للاهلي ولا للزمالك ولا حتى ديكيرنس ولا بالقاس ولا حتى فرقه في الممتاز بيه، ما ارضاش بكده. ترضى بكده واحد يطلع يفتح دماغ واحد يخلي واحد معدي بكره يروح مديله في ركبته ويجيب له صليبي؟ انا ما الكلام ده، انما الكره على الارض وانت وهو لا العب على الكوره. مين سبب العنف اللي بيصدر من بعض اللاعبين في الملاعب؟ بص انا شفت اصابات كتيره، انا يعني ما اعتقدش ان اللعيب بيرضى ينزل ياذي حد يا كابتن. اصل لا 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 خالص يا كابتن، دين تو دان. يعني ساعات يتقال لك طارق حامد بيأذي، وليد سليمان بيأذي، مش عارف لا مين. طارق حامد لو ما لعبش بالطريقه دي مش هيبقى طارق حامد. الطريقه دي هي اللي مخليها طارق حامد نمبر 1 في مصر في الحته دي. لو ما عملش دي مش هيبقى عادي. هو ده طريقه لعبه، زي محمود الخطيب لما كان ياخدها كده من فوق واحد وياخدها على صدره، وكان حسن شحاته يعملها كده وفاروق جعفر يروح متحنجل وعامل لك هو ده طريقه لعبه. ما هو فاروق جعفر ما كانش يعرف يدافع زي مجدي عبد الغني، ولا مجدي يعرف يعمل السرهات بتاعت فاروق. طارق حامد هو طريقه لعبه كده. وليد سليمان مش مؤذي، وليد سليمان داشنج على الكوره ناشف عايز يلعب عايز يكمل. حته الناس بتقول ان هو مؤذي، لا يا اخي شوف الزبيبه قد كده، ده حافظ كتاب ربنا وبيصلي وبيصوم ازاي يأذي حد؟ هنضحك على ربنا؟ ربنا مش هيكرمه، ربنا كرمه لغايه دلوقتي وليد، ليه؟ ما هو اصل ربنا ما يعني مش على مزاج حد، يعني انا ابقى ناوي ان انا اذيك يا اسلام كل شويه وربنا عمال يديني؟ ليه؟ لا طبعا. فلا هو طريقه لعب ده، انا ما شفتش لعيب بيحب يأذي، بس في ساعات كور مشتركه ما تستدعيش. يا اخي انت داخل تاكلينج مع واحد وكره بعيد، يا اخي شيل رجلك سنه عشان خاطر ركبه زميلك. انت فاهمني؟ شفت خالد قمر ده عينه جاله صليبي من احتكاك مره، شفت مش عارف مين دخل في دماغ لعيب في الاتحاد او حاجه كان لبس خوذه فتره طويله. الحاجات دي بتاذي مشاعر الواحد يا اخي، بتزعل على لعيب بيتاثر. انما لا انا مش معنى ان انا اقول الكلام ده، لازم يا جماعه نحب بعض شويه. اسلام احنا كل كلمه بتتقال لازم سوء الظن فيها. هو عفه قال لك خانوا التعبير. انا ما استحاله اقول للعيبتي ما تلعبوش جد. من انهى عقل يا جماعه؟ استحاله. هو انا فعلا ما بمثلش محمد عبد، انا بمثل اسم نادي مصر المقاصه، انا مش بمثل مركز شباب. ده تاني الدوري في سنه من السنين ولعب كونفدراليه وعندي لعيبه. وهي دي طريقتك وهي دي حياتك، ما بتدعيش. لا ادعي ايه؟ ما اصل انت لو بتدعي 14 15 سنه 20 سنه اللي انت بتدعي المثاليه هتقع في مره وهيتكشف حالك. انا طبيعتي انا ما بحبش حد يزعل مني ولا احب ازعل حد، بس ما احبش حد يتهجم عليا، انت عارفني. لا في الحاله دي بتحول. برافو عليك. ليه؟ تحترمني وتقدرني، يا لهوي اشيلك فوق دماغي واجري بيك. تعاندني؟ لا ما صعب. افضل مدرب درب محمد عبد الجليل بسرعه مصري الجوهري وانور سلام، اجنبي فايتسا.
افضل لعيب انت لعبت جنبه؟ علاء ميهوب وكابتن طاهر ابو زيد، عمرو انور، رضا عبد العال، وليد صلاح. مين اللعيب اللي انت كنت بتخاف منه وانت بتلعب قدامه؟ نبيل محمود، كنت اقعد اثبته بالكلام وهزر معاه وكده، كان يروح يضرب عمرو ما يضربنيش انا. نبيل محمود حبيبي. يعني افضل مباراه بالنسبه لك ما تنساهاش خالص؟ المحله نهائي الكاس وافريقيا سبور بره. عايز بس اقول لك موقف من 15 سنه باللي بيقولوا بيفوتوا دول. كنت انا ماسك الفرقه دي اول سنه وكنت ثالث الدوري او رابع الدوري انا واسوان، وكان بترول اسيوط والجونه اللي بينافسوا، وفرقه كانت بتهبط وكانوا حبايبي قوي، وجوم كلموني الصبح وقالوا لي يا كابتن انت مش محتاج الماتش وسيب لنا الماتش وي وي. قلت لهم اقول لعبت ايه؟ قال طب لاعب الاحتياطي. قلت لهم يا سلام، قلت لهم انزلوا العبوا وانا هلعب، مفيش حاجة اسمها سيب ماتش. أقول اللي لعبت إيه؟ اللي أنا عمال أقول لهم قال الله وقال الرسول وقروا الفاتحة وادعوا للناس التانية، أقول لهم سيبوا الماتش وراح. وحياة النعمة ده كابتن إسلام، بدون ذكر اسم الفرقة ولا المدرب، وما رضيتش أسيب. المدرب كان من الأهلي ولا من الزمالك؟ وكسبنا 4-1. كان من الأهلي ولا من الزمالك؟ أنت مصيبة. لا والله، وما رضيتش، والموضوع ده كان معروف واللعيبه كانت عارفه، ودخل فينا جون اول 5 دقائق. فبصوا لي قوي كده، قلت لهم ايه هتجيبوا الاول والثاني، وكسبوا 4-1 والله العظيم. فاللغه دي ما بحبهاش. انا جاي اوضح معاك النهارده ومش هتكلم تاني. كابتن عبد الجليل انت نورتنا ودايما بتنورنا وبتشرفنا، وانا سعيد ان انت بتكون موجود معنا. انا اللي سعيد يا كابتن اسلام والله، وبشكرك على دعمك ليا. ربنا يخليك كابتن بجد. شكرا يا كابتن. بشكر طبعا النجم الكبير الكابتن محمد عبد الجليل مدير فني لمصر المقاصه. ان شاء الله رضا عبد العال ومحمود ابو الدهب بكره بعد مباراه الاهلي والمقاولون العرب. تصبحوا على خير.